دايرينكم. طيب يا شباب، برنامج ها؟ طيب كويس كده، خليك معانا في لجنة جديدة، جيتوا لجنة جديدة، وصلوا لنا رسالتكم يا جماعة. كده يا اخوانا، ما كل لي لجنة، انا من جيب من نصوان سامع بلجنة. طيب. لجنة لا احنا قدمنا استقالات لان السفارة ما يجينا منها لحالها واضح، عندنا حاجات شارع احنا حارسين ما يجينا منها نتيجة. كده يا جماعة دايرين لكم في ناس متابعاكم، كده الناس متابعاكم دايرين زول يتكلم لنا على العالمين يا جماعة. قلت لك قالوا لنا في حاجات عندكم حاجات هنا عندكم. كده يا اخوانا تعالوا يا عالقين، تعالوا يا عالقين يا كده ورونا. ها؟ طيب ورونا الحصل الليله شنو يا جماعه، دي الوقفه المليون للعالقين، مشاكل العالقين دايرين نسمع الليله حصل شنو. الليله حصل ان احنا جينا عايزين نخش السفاره. نعم. قبل ما نخش السفاره منعونا. نعم. والعساكر قبضوا جماعه منا، لكن الحمد لله اسفكوهم. نعم. بس نحن نفسنا ان نقابل السفير نتكلم مع السفير عشان يحل طيب لنا مشاكلنا. انتوا وقفاتكم دي كلها وليكم شهرين بتجوا السفاره، السفير ده ما حصل قابلكم؟ ما حصل قابلنا نهائي، ما حصل طلع قال انا اتكلم مع السودانيين ديل برا. يعني اول حاجه هايننا في مصر وزللنا في مصر، احنا ما ممكن نحن نكون كده ده. طيب نحن ما ممكن الاهانه تجي حد مصر، نحن نقول يهينونا في مصر؟ نعم. لا كلمي تكلم اقول شنو؟ حالتنا زفت في مصر، الحكومة ما شغالة بينا، نحن زي ما الحكومة دي نحن جبناها نحن بنشيلها، نحن شلنا نظام 30 سنة، ما نقدر نشيل النظام ده، ما نقدر نشيل النظام اللي ما قادر يجيب العالقين، ما يقدر يشيل النظام مجهجه أماتنا وأخواتنا وأبواتنا وأطفالنا في مصر، نحن زي ما شلنا النظام ده نحن بنقدر نشيل النظام ده. طيب كويس. السلام عليكم. انا جيت القاهره بعد ما اتمرمطت في المستشفيات السودانيه داخل السودان، عملت عمليتين بتاعه كانسر ومرمطوني وعذبوني وكميه من الكيماوي اخذتها في السودان، وانا واحده من كنداكات الثوره، ثوره ديسمبر. احنا من بدايه الثوره احنا جبنا الحكومه دي، جبنا الحكومه الانتقاليه تحل المشاكل، تحل ال 30 سنه اللي عشناها تحلها لنا، ما جينا تزيد لنا الطين بله. نحن جينا هنا دايرين اسي، نحن واقفين كسودانيه، كورونا في مرض ما عندنا مشكله، وفقوا الاوضاع السودانيه لغايه الاوضاع بتاع المواطنين السودانيين لغايه ما يرجعون بلدهم. طيب انتوا اسي عندكم مشكله في الايجارات؟ انا عندنا مشكله في الايجارات. طيب عندنا مشكله في العلاج. عندنا مشكله السفاره في مش اجرت لكم؟ ما اجرت السفاره. السفاره اجرت في المعبر شهر واحد، طردوهم من المعبر اهالي كل السفارتين مطرودين من المعبر. تمام. كذا واحد من المطرود من المعبر يجي كويس. طيب يا جماعه المتابعين، السفاره طبعا من هنا بعيده جدا، الناس زين طردوهم من المعبر. قال السفير قال له ما يجي في هنا، اوامر من السفير بتاعنا بيقول ما داير سوداني واقف قدام السفاره السودانيه، واي سوداني واقف حيحتغلوه وحيسجنوه. كده يا عم انا عليكم. والله نحن دايرين بلدنا، دايرين السفر، جايين علاج. والله نحن معانا اسره. نعم. وين ما جينا ما شفنا اي حاجه، وتعبانين وظرفنا زي الزفت، دايرين نسافر بلدنا بس باي شكل كان. الله طيب. يسلمك. واسعدتوا عندكم مشكلة شنو؟ سكن وشنو مشكلتكم؟ مشكلة السكن ومشكلة إعانة مصاريف. طيب. وكل شيء. والله السفارة يعني مش أجرت لكم شيء قبل؟ لا نحن أول مرة نجي ذات المحل هنا، قاعدين والله من شهر واحد قاعدين. آه. في المستشفى. في المستشفى. آه. من شهر. أيوه من شهر واحد نحن قاعدين في المستشفى. تمام. الله يسلمك. طيب كويس. السلام عليكم. أنت يوم تكلمت قعدت تنادي لنا حميتي أنت ذاتك صح؟ طيب أنا في الوقفة الأخيرة. طيب حميتي رد عليك. يا اخواننا نحن دايرين عشان الناس تفهم مشكلتكم دي شنو، ما كده اشرح لنا بدون ما نقعد ننادي ونضرب في بعض. الوقفه الاحتجاجيه السادسه. دي السادسه. انا الناس اللي بدعوكم للوقفات دي وين؟ طيب دقيقه اقول لك كلامي. الوقفه الاحتجاجيه السادسه. نعم. في السفاره السودانيه في دبي تحت شعار او تحت مسمى نرجع بس. نعم. رساله للمجلس السيادي او المجلس العسكري وللجنه العليا للطوارئ الصحيه. نعم. الحقوا اخواتكم العالقات في مصر، الحقوا اخوانكم العالقين في مصر، الحقوا اخواتكم العالقين في مصر. ما بتقتل الكورونا، بتقتل الذل، بتقتل الاهانه، بتقتل الجوع.
ما بتقتل الكورونا، بتقتل الزله وبتقتل الاهانه وبتقتل الجوع. نحن بنجي نعمل وقفات احتجاجيه سلميه من حقنا نرجع بلدنا من ابتزاز. طيب انت اسع واحد السفاره اسع بتبعد من هنا 5 كيلو، طردكم السفير؟ طردونا وللاسف احتغلونا وضربونا وشتمونا اللي هو بالامن المصري بيشتمنا. نحن حقنا طيب. نحن من حقنا ما هو يا جماعه اللواء ده، اللواء ده برضه من حقه هنا، دي بلده، السفاره هي المسؤوله. انا داير زول من اللجنه، لجنه العالقين، وين الزول في اللجنه؟ ما في اي زمن، انا لازم كل عالقين. هدفنا واحد، انا كمل لك كلامي كله. الناس اللي احتغلوهم وركبوهم في العربيه وانضربوا ينزلوا من الامن المصري. نعم نحن هدفنا واحد، نرجع بلدنا ويا الشعب السوداني. وانت بتطلع بتكتب في الفيسبوك ما نرجع، لانك ما عندك اختك معاون هنا، لانك ما عندك امك معاون هنا، لانك ما عندك معاون امك بتشحت تنطرد وتنزل، لانك ما عندك معاون اخون هنا ده. نحن بننضرب وننزل جعانين، ما قادرين ناكل، ما قادرين نسكن، لانك ما، وابسط حاجه لانك ما راجل. لو راجل وجدت رجال كان طلعت قلت اجيب النسوان وخلوا الرجال. نحن مستعدين، نحن مستعدين، نحن الرجال والشباب مستعدين نضحي على اسابيع اماتنا ديل يرجعوا، عشان اماتنا واخواتنا يرجعوا، عشان ما ينزلوا، عشان ما ينزلوا وتعرضوا لاغراءات ماديه للنسوان، عشان ما يشحتوا ببيع عن شرف. الكلام ده كله كل الشعب السوداني، اطلعوا تطلعوا لا تفعلوا الاسباب. وين الناس الناشطين؟ وين ابو رهف؟ وين ناس زنون؟ وين ناس احمد الطيب وشاره؟ تطلعوا لا تفعلوا الاسباب، ما بتطلعوا لنا نحن ذات. ليه؟ لانه نحن الطبقة الثالثة، لانه نحن ناس الكادحين والغوش، نحن ما بتطلعوا لنا، نحن نزلنا من الامر المصري، ليه ما بتطلعوا لنا؟ ما من حقنا نرجع بلدنا؟ الكورونا ما بتقتل، بتقتل الزلة وبتقتل الجوع وبتقتل الاهانة، ما في كورونا، كورونا نحن مقتنعين انه في كورونا. كويس ندي نسمع الاخضر. الناس بتقول اكرم وما اكرم، اكرم البلد وضيع الجوع عيان والبر بيعاني والجوع بيعاني، كل الناس دي بتعاني. نعم. كويس؟ انتوا اكرم ده يوم قالوا خلاص دارين يغيلوا الشارع كله طلع، قلت نحن بنخاف من كورونا وبنخاف من اي شيء. هسه خلاص لا من اكرم رجعوا، يصير عندكم اخوان برا، عندكم عالقين، عندكم اي زول. بس المظله واضحه، نحن لا دارين ناكل، لا دارين نشرب، لا عندنا شغله باي شيء، دارين نرجع، كفايه الاكتئاب اللي عايشين فيه، الحروب النفسيه دي، ما دارين اكثر من كذا اي شيء. لا ايش شنو كمان يا اخي؟ والله العظيم انا ما بقدر ارجيكم، ليه ده بقدر ترجينا؟ مش انا شايل جواز سوداني؟ الماده 13 في الاعلام الدولي بتقول شنو؟ بتقول انا من حقي ارجع غصبا عنك، لو مجرم ودار اتحكم في بلدي ارجع. طيب قول لي انا بقدر ارجع؟ انت القروش دي قاعد توديها وين؟ وبالمناسبه اكرم الدعم، لو ما سببنا نحن ولو ما نحن بنات اولاد قمنا، ما كنت انت اصلا جيت قاعد وماسك وزاره الصحه. وزاره الصحه على شنو تقناها؟ عارفين الناس وكلام. وبالنسبه لتجمع المهنيين بتسرقوا في الثوره وبتقولوا اكرم الطعم لو شالوها نحن حنمشي وحنطلع الشارع وكده. طيب انتوا هنا ما هميكم، نحن بنتزال وبنتهان، يقولوا علينا قرف ويقولوا علينا والكلام ده كله. والسفير شنو؟ متسي وما ضار يطلع. تتسى ليه انت زي المراه ما تطلع قدام وتواجه الناس؟ يا اخي انا ما ضار ارجعكم. وحمدتك انت بتعمل في شنو يعني؟ نحن جبنا حكومه فتره سياده دارينا ننظم البلد. طب والله والله نطلع برا الامان، برا الامان ده الامتين والدوله العميقه العمق ده وينه؟ الحاجات اللي انت بتعمل فيها دي هنا؟ نحن نشتك نموت هنا، الواحد يموت ويطردوه ويذلوه عشان تجي تقول لها والله العظيم يا اخي برا الامان لسه ما وصلنا؟ ملف العالقين وين؟ ماشي 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 جزر المالديف هو؟ المشكله كلها انك تعمل الترتيبات ترجع الناس العالقين في مدن جامعيه فاضيه، في داخليات، في مبادرات قدموها. نحن ما عندنا مشكله مع الاختلاف السياسي بيناتكم وبين الناس شيوعيين حزبهم، مع الكلام الفاضي ده كله. نحن عايزين نرجع، من حق ترجعنا تقعد تزيل فينا وتقول لها والله نحن كلنا سودانيين، كلنا واحد جواز حبشي في جمهوريه شنو اثيوبيا؟ مش جواز سوداني؟ ثاني الدلع والدلقله والكلام الفاضي كله في شنو يعني؟ انت عاجبك انه خلاص نحن نطلع وكذا؟ انت جيت اصلا بتظهر في الاعلام وبتقول يا اخي انا مقدم للناس ديل ومعيش وكذا، بتخاف من الاعلام اكثر من ربك. كورونا دي في مصر؟ كورونا دي في كل دول العالم يا جماعه، نحن علاقتنا شنو يعني؟ طيب انا جيت هنا لاعلام، انا جاي اسالك، السفاره ما فيها اعلام، ما في زول اعلام سفاره منه؟ ما في زول، السفير ذاته متكسر، السفير يطلع يطرس اللي الحرس بتاعه يضرب الاولاد ويذلوا في البنات ويا قرف ويا قرف. طب انا شريت كده اصلا ما عايز رعايات، كفي للسفاره هنا، بلا قال الزول يمشي يعمل له اي حاجه ثاني. ازمات في كل حاجه وتستغلوا في الازمات والتاجر بالقضيه بطريقتكم دي، والله القيامه لو قربت تشتري الجامع تقولوا فيها الصلاه يا فلوس. ما تشحدوا بينا، تقولوا دارين انت عمي عشان نجيب الناس دي. شوف قاطعين تذاكرهم، القاطع طيران والقاطع بس، الناس دي دارت ترجع، ما في زول دار منكم حاجه. في مستشفى الوطنيه وفي مستشفى
بتاع الراس المستشفيات دي فاضيه، ما تقولوا ما في اماكن للحجر وما في اماكن لاي حاجه. الملاماكن في القرار بس دارين بس قرار انه انتوا بدين تفتحوا المطار والمعابر، وما دارين اي شيء، وما دارين اي شيء، وما تشحن. انا بس دارين طبعا يا جماعه في حاجه مهمه جدا لازم ننبه لها، كميه طبعا من التبرعات بتجي للعالقين دين باسم العالقين ما قاعد تصلوا. العالقين نحن قاعدين نشوفهم في الشوارع مطرودين من البيوت، ما عارف السفاره هل الاعلام بتاع سونا وقناه الشروق تلفزيون السودان كل الناس دي موجودين وين؟ الاعلام الجواز ده مكتوب شنو؟ مكتوب فيه هنا هذا فيه تمام كويس مكتوب شنو؟ اقرا لنا اقرا وقول لنا قول مكتوب فيه شنو؟ انا ما بعرف اقرا قول امي كويس الجواز ده وكده الدولة ليه مكتوب فيها السرعة والقبال ما تعيش انت تحتاج ها ونقدمه لك ما دي كلام زي ده انا كلام زي ده ما انت ما تاخذ الصوره وكان على الجواز كويس انا جوازي ضايع لكن انا مجرد ما يصل السودان ها بس بعمل جوازك ضايع كده في سؤال العالقين دي قالوا في ناس ماسكين جوازاتهم سماسره الكلام ده حقيقي يا ابوي انا جوا انا جيت من الناس ما عندي جواز وقبضتني حبوا المصري لحد الليله ما هذا عملت المحضر الليله دي هاي هذا ده المحضر تمام جوازك وين خلانه ثاني كان قبضوك ما هنا هذه ما بيحترموك تمام المصريين معروفين تمام كويس الجواز جوازي وتليفوني الاثنين جينا ما جينا كويس لكن كان قالوا لك ده جواز سوداني اقسم بالله اخذته في الوطن طيب في زول هنا قال لي في عالقين سلموا جوازاتهم سماسرة في زول هنا استلموا جوازاته سماسرة لا ما استلموا ناس السفارة ذاته بحجة انه حصلت اشكاليات قالوا من العالقين انه هم ده كلامهم طبعا بيحاولوا يقولوا كلام زي ده اللي هو قالوا شنو اتهموا العالقين انه قال سرقوا محتويات الشقق أيوة. خلينا الصريح عشان الكلام ده يصل أيوة الناس أيوة. هناك ايوه هم قالوا الكلام ده قالوا انه يا اخي العالقين حصلت اشكاليه في الشقق وكده فلا بد من نمسكوا منهم جوازات نعم. ده الكلام اللي حصل عن العالقين والجوازات وين السفاره الجوازات اغلبيتها عند السفاره هم لو ما عند السفاره عند اللجنه اللي هي كونت السفاره تمام. يعني كله تحت سيطره السفاره الامور ماشيه على اسوء يعني الناس مره بظروف صعبه جدا جدا اللجنه دي اللجنه كونت السفاره اللجنه هي ذات كونت السفاره يعني نحن نشوف في الجروبات نشوف في الحاجات اللي زي دي كونت السفاره ايوه لكن الوضع سيء جدا جدا والله وبعدين انه سواء كان المجلس السيادي او المجلس العسكري هم عارفين يحكموا الشعبيات يعني ده الشعب السوداني الواحد يموت بعزة نفسه هم يعرفوا الكلام ده تماما فأغلبية الناس هنا يعني بقت كرامتها بتتزال يعني يا ريت ينتقوا للحاجة دي يعني دار تقول حاجة دار تقول حاجة دار تقول شنو يا ماما رجع السودان ارفع صوتك شديد دار ترجع السودان ما ترجع شنو ها؟ دار ترجع؟ طيب السلام عليكم ها؟ السلام عليكم تفضل السلام عليكم انا هنا جينا بنجي كل يوم السفاره دي بنزل لها انت طوالي انا بلقاك في الوقفات هاي بنجي في الوقفات نحن لا اخذنا حاجه من السفاره دي والسفاره قافله بابا شهرين الزول بياخذ مرتب ولا ما بياخذ مرتب؟ بياخذ مرتب المفروض خادم للشعب السوداني نحن هو مسؤول مننا لكن والله لم نلقاه بيرسل لنا ناس الشرطه ناس الامن ضباط الامن لواء بيرسلوا لنا الناس بيجيونا بيضغطونا بيضربونا ناس الشرطه بتعليمات من السفير نحن ما قدرنا بيطردوكم قدام السفاره قدام السفاره خلينا حطينا براءه احنا جايين السفاره دي جايين السفاره دي عشان تحل لنا مشكلتنا نحن ما عندنا حاجه غير اننا ما عندنا حاجة غير اننا نرجع بس ما عندنا حاجة غير نرجع لكن ناس يزلك ناس بعت كلام واحد ثاني حاجة شحطة بالعالقين والله شحطوا بينا لما خذيناكم بيت ملك ما هي شحطة بالعالقين طيب. وما عندنا ناس سبب مقنع احنا ونقفلوا المعابر احنا نشوف يا حاج حاج ثاني يا اخي والله خايفين منك كيف كده كيف عرفت كيف
اول حاجه جات اربع طائرات من السعوديه من مصر. السؤال بتعادي بالاختلاط بالهناء ليما. طيب اكبر عدد اختلاط في العالم لقاه في مشاوير في مصر. في مصر طيب وهنا اسف مصر لو تاسع معلش اتكلم بالمنطق. هسه مصر دي الساعه 9 بالليل انت بتقدر تمشي فيها. وطيب فريق شنو بيرشوها في دوله بتروش وفي دوله قايمه بواجباتها في مناطق في محاجر كده. خلينا في مثال تكسيب المصري. انا بقى عشان انه ما يشحدوا بينا كل مره ما انه سبب مغنى انه نكسب المحاضر. يا حكومه يا السودانيه والله خايفين منه حصل انكم تجوا والشعب يجيبكم وتجوا تبقوا زي الفاتو غزلتونا. السيد حمدوك رئيس مجلس الوزراء يلقى عربيه الصباح توديه الشغل وتجيبه ماكل وشارب وناس الشعب برضه بنفس الطريقه. دكتور اكرم الدوم يجي بيه كله روح اطلع يقول لك بيان هام وعاجب. انا ما عندي طريقه انا اجيب الناس البرة. انا علاجي للناس اللي هنا بنادول ودريب. بنادول ده فنان يا سيد. بنادول ده فنان انت بتعرفه تمام. عشان انت ما تجي يا اخي انا مواطن يا اخي من حق انا مواطن سوداني انا مواطن تمام. تجي والسفاره وعملت يا اخي انا عارف وحياد وقسما بالله العظيم والذي خلق السماء بالاعمى وانا صايم. السفاره ما قاعد تديني اياه والله عشان ما تكون السفاره وفقنا اوضاع العالم. والله ما وفقت اي شيء انت اي شيء ما وفقت يا استاذ تمام. احنا دايرينه الكلام اللي بيقوله خالد الشيخ الغايم بالاعمال ده كله وينه؟ خالد الشيخ ده اللي جه صار لنا ما ظهر طبعا ما ظهر وينه؟ احنا بنجي والله لا بنعرف خالد الشيخ ولا بنعرف خالد الفقير ولا خالد الفقير ولا خالد انصار سنه واحد فيهم بنعرفهم تمام؟ احنا قاعدين وما في زلمه من الناس السفاره بتجرأ بيجينا غير يرسل لنا الامن ويجي شاكينا ويجي لواء لواء بيرتبط لواء. سفارتكم مش عايزه تقابلكم برا قرف بهذه الطريقه تمام؟ احنا قاعدين ويجي ضابط يا اخي لسه يا اخي ليه انا لسه ليه انا غنمايه بهيمه انا زول سوداني انا زول سوداني وجيت هنا من حقي ارجع بلدي في ناس جاب ظروف يا اخي في ناس هنا من العالقين يتوفوا الله وجلاله دفنهم تمام. انا داير اقول اختصار لاكرم التوم ولاكرم الزفت ده. انا طبعا ما معلش يا اخونا بس معلش اسمع كلامي عاجلون معلش انا اتكلم عن اكرم. خليني اتكلم انا عارف ومن حقي اتكلم لكن انت ان شاء الله انا ان شاء الله اتمنى الكلام الناس ده كله انت توصله. هو قاعد واصل انا جبتك بالتليفون ان شاء الله ويلا واصل يا اكرم المرة المعانا هنا الماسك هنا ده الوزاره وزاره الصحه جابت 98 نمر. انت راجل انت ما راجل يا اخي. هي الاشكاليه في اشكاليه حق شنو اشكاليه ما تجيب ناس انت ما تتصرف عندك حكم. دقيقه خليني اتكلم ادي صوتي يا زول خليني ادي صوتي انا اتكلم يا جماعه لانه في ناس هنا خلينا نحن الرجال ديل في نسوان وضعر حميدتي والباقي الجيش وباقي الناس كلهم يا جماعه اعقلوا شوفوا المشكله دي لانه المشكله بقت كبيره ماشيه لقدام. في مهانه هنا انتم ما ضايقيننا احنا. وده اخر كلامي عشان ما تتفلسفوا. يا جماعه ناخذ ناس ثاني نسمع ها دقيقه هاي نسمع ناس يا عم انا كذا قول لنا حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. والله احنا بالحقيقه البلد ده سجناه للعلاج معانا اسر والله جينا للعلاج كويس. للاسف الشديد حتى فترتنا ذات العلاج الناس اللي عالجناهم بعد الظروف الصعبه دي وقفل المطارات وقفل المعابر والله الناس ثاني ظروف الناس كثيره ساءت لها. فانا بناشد الحكومه السودانيه يعني العالقين في مصر ديل كلهم جوا من اجل العلاج او نسبه 90 او 95% جوا من اجل العلاج. والله الناس الجوع المبلغ اللي جابوه انتهى. انا عسى بقت يعني الا يعني الناس تشحد فضل الا تشحد الناس يعني. فرجه خاص من الحكومه السودانيه تراعي الناس معها اسر والله ناس ظروفها تعبانه. عسى علمك ربنا في الشهر العظيم ده ربنا الناس ذاته العين يفتح عليهم ويفتح علينا كحكومه يعني يفتح على الحكومه. فرجه خاص انا بترجى الحكومه السودانيه كلها كل المسؤولين يراعوا العالقين بمصر لانه جو من اجل علاج ما جو من اجل رفاهيه ولا سياحه كويس. معانا اسر والله معانا نسوان يا هم ديل قاعدين كويس يعني سمي قرمشن بالشوارع. فرجاء خاص يا حكومه السودان رجاء خاص في الوقت السريع العاجل. الناس بقت عندها حاله نفسيه بالمناسبه بقت في حالات نفسيه. الناس يعني الناس اتحرمت من اسرها اتحرمت من اطفالها اتحرمت من اخوانها اتحرمت من امهاتها. يا الحكومه السودانيه رجاء خاص تراعي ظروف العالقين في مصر. هم جو من اجل علاج
والناس اللي جبناها من اجل علاج ذات ظروف اساءت لهم بالنسبه لقفل المطارات والمعابر. ما عندنا حاجه غير نقول كده. فبركه الشهر العظيم المبارك ده ربنا يرجع الناس دي يعني بالعافيه والسلامه، والناس كل الناس اللي قاعدين كلها والله في امن وامان، ما في زول مرضان، ما في زول قال عنده حاله ولا ولا ولا. الناس بقى مرضها شنو؟ هنا دار ترجع لاهلها. فنحن من حقنا نرجع لبلدنا السودان. السلام عليكم. استاذ السلام عليكم. انا جاي قطع كلامي. دقيقه نسمع. قطع كلامي. آه لحظه لحظه يا جماعه نسمع الاخ الدين ما تشوف. في موضوع انا عايزه اتكلم عنه. يلا دار اتكلم عن موضوع ال 300 دولار القاضي للناس اللي قاطعين مساكن. الحجر 300 دولار، يعني الناس لو عندها 300 دولار دي بتقعد في مصر لحد ما الكورونا تنتهي، ممكن حتى عند الضحيه اللي عايشه في مصر. استحاله ناس جايين مرضى، ناس جايين لعلاجات مرافقين يكون عندهم 300 دولار، يعني بيجي المريض ده بيجي معاه اثنين ولا ثلاثه، يعني على الاقل 1000 وحاجه دولار، يعني الكلام اصلا ما منطقي. الحكومه عليها انها تحجر الناس كلها. اللي عنده دعم من نفسه هو اللي يقدمه، لكن هي ما تفرض علينا حاجه. طيب انا نوجه رساله ثانيه. والله انت رسائلك كثيره وبتسيء للناس. المناشده الثالثه للفريق اول ركن محمد حمدان تدلو. يا حميدتي احنا يعني حقيقه انت بيقولوا عليك جبل الثقيله وحقيقه صاحب الحلول السريعه. يا اخي هو انت سعنا الحق اخواتك العالقات في مصر. وين الثقيله؟ الحق اخواتك العالقات في مصر، اخواتك اخواتك اللي بيش حدن، اخواتك اللي بنطردهم من الشقق، اخواتك اللي ما لها جهه ياكلا. الحق يا شكرا شكرا. انا طبعا يعني انا الكلام اللي قاعدين نقوله ده لانه الجمره الجمره بتحرق الوطية، احنا العالقين، احنا بدنا نوصل الكلام. احنا السوداني، انا لا ردي معلومه لاكرم ده لو ما سوداني خليه يورينا المثل. السوداني ده لو يوصل مرحله ثاني خلاص، احنا مرحلتنا حصلناها، غيرنا حكومه كامله وديناه له عشان يغير لنا الحاجات اللي اصلا حصلت. انت تزيد الطين بله ثاني يا اخي، تاشير النسوان ده احنا الرجال ده بنقعد ده عرض يا اخي. تمام. رسالة نحن عاوزين نعرف يا حكومة يا سودانية، يا حكومة يا سودانية، يعني نحن كمواطنين والله زهقنا، والله خلاص صدينا والدنيا رمضان والله يعلم بحالنا، والله العظيم والله العظيم. أحسن يا حكومة تعاين للشعب السوداني وللناس العاقلين في مصر ديل، لأنه الناس ديل فاضيين بعد خلاص زهقوا. تمام. والثاني شوف نحن بس شفتوا قدام، شفتوا بس نحن قدام عندنا أي شغلة ثانية مع زول لا سفير لا رئيس لا غير، مش ما قدرت تحل مشاكلنا، نحلها بطريقتنا، والموت ده واحد والله واحد. كويس عمنا. والله زمان في شاعر قال انا لن اعيش مشرده، انا لن اظل مغيده، داري هناك وكرمتي والمنتدى، انا صاحب الحق الكبير وصانع منه القضاء، انا ثوره كبرى تزمجر بالعواطف والرضا، انا لي غد وغد ساسحب سائرا متمردا. يا اخوانا يا شباب الحكومه دي قفلت لكم الباب نهائي. نحن باركك كداري نتشاكل بس نمشي نصل. الحكومه دي لا خايف العيب، لا خايف المر، لا خايف الإناي. ال 30 سنه قالوا الشعب السوداني يتحمل ال 30 سنه وحيتحمل ال 30 سنه الباقي. ده في قطه. كان الشهد في يده ما في اي حاجه، قال لنا انا في يدي ما في اي حاجه. اخوانا يا جماعه نحن ناخذ بعضنا ان شاء الله نمشي كداري ونشوف اللي هيحصل لقدام شنو. أنا هيحصل لنا أصعب من ده. لا أنا كل ما ادينا خلاص الناقية تاكل تمشي قداري قداري ما ديلل الكنداكات ديلل بتقدر تمشي تمشي، ما بتقدر تمشي نشيلوها نحن. محرجين من السودانيين في السفر عشان يجوا للسودان هنا. طبعا طبعا يا جماعة هسه السلطات المصرية جاية متحركة جاية من السفارة هناك مهرجين من السودانيين عشان ما في تجمع. طيب تعال انا كويس. انا يا جماعة دايرين ننقل كل السلام عليكم يا جماعة كده لا افهمي يا اخوتنا ما معلش ده الكلام ده مباشر للناس زي هناك الحكومة تسمع. دي مشكلة، احنا كل يوم في مشكلتكم، احكي لنا الحاصل شنو؟ لا انا والله انا اتكلمت كثيرا انا زادت اسمع اقول شنو. طيب تعالوا ورونا اقول شنو بقول. قولي لنا حصل لك شنو انت كعالقة؟ هاي خلاص تفوت علينا الكلام عشان ما اقول كلام ما هنا. لا قولي يا اختي قولي ما دارين كلام مرتب. مشكلة لكن بس دقيقة خلاص اشوف انا بقول شنو. ما في كلامك شوف قالوا بينا الامن المصري جاي هذيل صور الشرطة هنا جاي على السودانيين بواسطة السفارة السودانية.
بعدين يا جماعة خلاص يا جماعة انتوا امشوا 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 من هنا يا هاي امشوا يا جماعة انتوا امشوا ممنوع لكم تتجمعوا هنا صوروا بال هاي بالخروف طبعا يا جماعة نحن ذات المصروف هاي لا لا ما في صوت بشيء طيب يا جماعة الحالتين مزاكفة من السفارة الآن هم طاردينهم خلاص حتى لأنه بيتجمهروا هنا شايفين؟ أي ده طبعا خلاص طبعا يعني أنا مصورهم شرطة مكافحة الشغب طيب عندك كلام يا أخونا؟ أي درست شوف تعامل الشرطة المصرية ما مع الشرطة المصرية ما من حقها الوفاء في شوارعها المفروض أن إحنا نقف قدام السفارة السفارة ممنوع مفروضة مفروضة ده أمر السفير السفير مانع الناس تصل السفارة وتحكي مشاكلها السلام عليكم اخواننا على فول الله احنا دايرين نرجع لبلدنا احنا والله لنا 4 شهور ذو شغال بنا ما في دينا قضيه علاج والله ما عندنا اي شيء لا سكن لا اكل لا دلد وذو شغال بنا ما في حكومتنا ما شغاله ابنا ولا اي ذو شغال بنا ودايرين رجوعنا لبلدنا لوطننا اخواننا الله يجزيكم الله خير طيب كويس لا عندك رسالة أخوك والله يا أخي الناس تعبانة يا أخي والله معاني يا معاني بجد يعني والله في قمة الزلة يعني إحنا مطاردة يعني أنتوا محركين من السفارة من هنا الشعب السوداني مذلول في مصر والله مذلول وما ما لاقي حق الأكل والله الحكومة تتكلم عنا وفقد الأوضاع الحين أنا أقول لكم الأوضاع اللي وفقد مع الناس الكامية السياحية اللي هم حوالي 1000 نفر العالقين في مصر 5000 يعني 1000 نفر توفق أوضاعنا 4000 ديل هيصرفوا من وين؟ لا جهاز العلاج الميزانيه محدوده كل الناس عندهم امراض مزمنه يعني جاءت بعد ما فحصوا هنا لقوا انه امراضهم دي يرجعوا بها السودان ما بيقدروا يقدموا لنا المصريين نعم ذنبه شنو؟ هذول يصرفوا الجنيه ب 10 يعني هو دراج اليوم للسكن ب 100 جنيه ال 100 جنيه مصري بعد 1000 جنيه سوداني برا الاكل برا الشراب برا يا اخي انا يا اخي بعدين حاجه ثانيه نتكلم عنها حاجه نتكلم عنها ثانيه يا اخواننا احنا الشعب السوداني ما خلاص الامن المصري ما من حقكم يلا بس اخر رساله اوصلها احنا الشعب السوداني ده ما نبقى دائما متخلفين وفي اخر الشعوب الكورونا دي امريكا ما عندها لا امكانيات ايطاليا اوروبا كلها ما عندها امكانيات العوار اللي لسنا احنا لسه نزل في ناس لو نيتان اسكننا الاتراك رسلوا طياره كامله عشان خاطر المواطن ده اصله خلاص مواطن ما فوق اي شيء فوق لاي حاجه شكرا طبعا يا جماعه شايفين الوضع براكم العالقين يا هدى تحت الكوبري بتاع الدقي وجزء منهم في شارع التحرير وده الامن المصري من السفاره مسيرهم انه يا جماعه ما يتجمعوا طبعا بالقانون المصريين عندهم حق كويس لكن نحن برضو يا جماعه يعني السفير الازمه دي كلها المفروض يعالجها الزول القائم بالاعمال ده لو كان زول بيتمتع بحصاب عزيزي الشعب وبعدين حتلقاها منتشرة طيب يا جماعة أنا قبل ما أختم دار أقول لكم حاجة أصله طبعا قبل ما نختم هو نحن طبعا السعيين شفنا ده جزء من مشاكل العالقين يعني الكارثة أنا يا جماعة ما في يعني أنا أسعي ابتعدت شوية عشان أقدر أختصر لكم التقرير ده باختصار شديد ونقول لكم أن المشكلة بتاعت العالقين دي يا جماعة مشكلة عويصة جدا جدا وللأسف الشديد السفارة ما قادرة تتصرف يعني أبسط حاجة السفير ما قادر ينزل يخاطب الناس دي أنت عندك تاني رسالة أخيرة السفير ما قادر يجي قدامنا يقول لنا مشكلتنا كده 1 2 3 شرحلها لك الناس العالم كلها سفارتهم دي بيجوا يا أخي سوريا جاء عارفين سفارتها فاتحة اليمن سفارتها فاتحة نحن لا ومشاكله حلاله نحن سفارتنا دي والله العظيم سفيرنا ده ما قدر يواجهنا بيجيب لنا السفاره وبيجيب لنا شرطه مصريه عشان تطردنا في ذله اكثر من كده
الناس دي ماتت، باعت كلياب، باعت. طيب دي ده المناظر هسه، ده منظر بتاع ضرب البوليس طبعا بيضرب الناس دي وبيفرقها. طبعا ده منظر بتاع ضرب ده البوليس طبعا. اه بس هسه يعني اهو يا جماعه يا هدى الاهانه دي الاهانه طيب يا جماعة دي حالة اللاجئين، مش دي العالقين، دي الحالة بتاعت العالقين، بيقوا مطاردين ويدكوهم، والسفير ما داير يجي يقابله. خالد إبراهيم الشيخ ما داير يجي يطلع يقابل النازل، مصدر لهم شوية دجاج. اهو البوليس طبعا من حقه للسلطات المصرية. خلاص امشي فيصل. طيب كده انا هتحرك يا جماعة. طيب يا شباب ها؟ طيب كويس كده خليك معانا في لجنة جديدة، يقدموا لجنة جديدة، وصلوا لنا رسالتكم يا جماعة كده يا اخوانا. ما تقول لي لجنة، انا من جد من نصوان سامع بلجنة. طيب لجنة احنا قدمنا استقالات امام السفارة، ما جينا منها لحالنا واضح، عندنا حاجات شارعية، احنا حارس الشرطة ما جينا منها نتيجة. يعني جوا هنا كده يا جماعة دايرين لكم في ناس متابعاكم، كده الناس متابعاكم دايرين زول يتكلم لنا على العالقين يا جماعة. ترى قالوا لنا في حاجات عندكم حاجات هنا عندكم كده يا اخواننا. تعالوا يا عالقين، تعالوا يا عالقين، يا كده ورونا. طيب ورونا الحصل الليله شنو يا جماعه. دي الوقفه المليون للعالقين، مشاكل العالقين، دايرين نسمع الليله حصل شنو. الليله حصل ان احنا جينا عايزين نخش السفاره. نعم. قبل ما نخش السفاره منعونا. نعم. والعساكر قبضوا جماعه منا، لكن الحمد لله اسفكوهم. نعم. بس نحن نفسنا ان نقابل السفير ونتكلم مع السفير عشان يحل لنا. طيب مشاكلنا. طيب انتوا وقفاتكم دي كلها وليكم شهرين بتجوا السفاره، السفير ده ما حصل قابلكم؟ ما حصل قابلنا نهائي، ما حصل طلع قال انا اتكلم مع السودانيين ديل برا. يعني اول حاجه هايننا في مصر وزللنا في مصر، نحن ما ممكن نحن نكون كده ده. طيب نحن ما ممكن الاهانه تجي حد مصر، نحن نقول يهينونا في مصر؟ نعم. كلمي. كلمة اقول شنو؟ حالتنا زفت في مصر، الحكومة ما شغالة بينا، نحن زي ما الحكومة دي نحن جبناها نحن بنشيلها، نحن شلنا نظام 30 سنة، ما نقدر نشيل النظام ده، ما نقدر نشيل النظام اللي ما قادر يجيب العالقين، ما يقدر يشيل النظام مجهجي أماتنا وأخواتنا وأبواتنا وأطفالنا في مصر، نحن زي ما شلنا النظام ده نحن بنقدر نشيل النظام ده. طيب كويس. السلام عليكم. انا جيت القاهره بعد ما اتمرمطت في المستشفيات السودانيه داخل السودان، عملت عمليتين بتاع كانسر ومرمطوني وعذبوني وكميه من الكيماوي اخذتها في السودان، وانا واحده من كنداكات الثوره، ثوره ديسمبر. احنا من بدايه الثوره احنا جبنا الحكومه الانتقاليه تحل المشاكل، تحل ال 30 سنه اللي عشناها تحلها لنا، ما جينا تزيد لنا الطين بله. نحن جينا هنا دايرين اسي، نحن واقفين كسودانيه، كورونا في مرض ما عندنا مشكله، وفقوا الاوضاع السودانيه لغايه الاوضاع بتاع المواطنين السودانيين لغايه ما يرجعون بلدهم. طيب انتوا هسه عندكم مشكله في الايجارات؟ انا عندنا مشكله في الايجارات. طيب عندنا مشكله في العلاج. عندنا مشكله السفاره مش اجرت لكم؟ ما اجرت السفاره اجرت في المعبر شهر واحد، وطردوهم من المعبر. اهلين كل الشباب مطرودين من المعبر. تمام. هذا واحد من المطرود من المعبر يجي كويس. طيب يا جماعه المتابعين، السفاره طبعا من هنا بعيده جدا، الناس مطرودين من
طردوهم. قال السفير قال له ما يجيبوا هنا. أوامر من السفير بتاعنا بيقول ما داير سوداني واقف قدام الزفارة السودانية، وأي سوداني واقف حيحتغلوه وحيسجنوه. بعدين عمنا عليك والله نحن دايرين بلدنا، دايرين السفر جايين علاج، والله نحن معانا أسرة ومن ما جينا ما شفنا أي حاجة، وتعبانين وظرفنا زي الزفت، دايرين نسافر بلدنا بس بأي شكل كان. الله يسلمك. واسعي انتوا عندكم مشكلة شنو سكن وشنو مشكلتكم؟ مشكلة سكن ومشكلة إعانة مصاريف وكل شيء. والله السفارة مش أجرت لكم شقق؟ لا نحن أول مرة نجي ذات المحل، احنا قاعدين والله من شهر واحد قاعدين في المستشفى. في المستشفى من شهر واحد؟ أيوه من شهر واحد نحن قاعدين في المستشفى. تمام الله يسلمك. طيب السلام عليكم. أنت يوم تكلمت قعدت تنادي لنا حميتي أنت ذاتك صح؟ طيب أنا في الوقفة الأخيرة طيب حميتي رد عليك؟ يا اخواننا نحن دايرين عشان الناس تفهم مشكلتكم دي شنو، ما كده اشرح لنا بدون ما نقعد ننادي ونضرب في بعض. الوقفه الاحتجاجيه السادسه، دي السادسه. انا الناس اللي بيدعوكم للوقفات دي وين؟ طيب دقيقه اقول لك كلامي. الوقفه الاحتجاجيه السادسه في السفاره السودانيه بتبقي تحت شعار او تحت مسمى نرجع بس. رساله للمجلس السيادي او المجلس العسكري وللجنه العليا للطوارئ الصحيه، الحقوا اخواتكم العالقات في مصر، الحقوا اخوانكم العالقين في مصر، الحقوا اخواتكم العالقين في مصر. ما بتقتل الكورونا، بتقتل الذل، بتقتل الاهانه، بتقتل الجوع. ما بتقتل الكورونا، بتقتل الذل، بتقتل الاهانه، بتقتل الجوع. نحن بنجي نعمل وقفات احتجاجيه سلميه، من حقنا نرجع بلدنا من طيب انت اسع واحد هنا السفاره اسع بتبعد من هنا 5 كيلو، طردكم السفير؟ طردونا وللاسف احتقلونا وضربونا وشتمونا. ليه في الامن المصري يشتمنا؟ نحن حقنا نحن من حقنا. ما هو يا جماعه الليوة ده اللواء ده برضه من حقه هنا، دي بلده، السفارة هي المسؤولة. أنا داير زول من اللجنة، لجنة العالقين، وين الزول في اللجنة؟ ما في حاجة اسمها النازل كلها عالقين. كويس أنا كمل لك كلامي كله. الناس اللي احتغلوهم وركبوهم في العربية انضربوا ينزلوا للأمن المصري. نحن حق هدفنا واحد، نرجع بلدنا ويا الشعب السوداني. وانت بتطلع بتكتب في الفيسبوك ما نرجع لانك ما عندك اختك معاهم هنا، لانك ما عندك امك معاهم هنا، لانك ما عندك معانا امك بتشحت تنطرد وتنزلها، لانك ما عندك معانا اخونا هنا ده. نحن بننضرب وننزلها مجاعانين، ما قادرين ناكل، ما قادرين نسكن، لانك ما وابسط حاجه لانك ما راجل. لو راجل وبقيت رجال كان طلعت قلت اجيبوا النسوان وخلوا الرجال. نحن مستعدين ان احنا الرجال والشباب مستعدين نضحي على اسابيع اماتنا ذي يرجعوا، عشان اماتنا واخواتنا يرجعوا، عشان ما ينزلوا وتعرضوا لاغراءات ماديه للنسوان، عشان ما يشحتوا ببيع عن شرفهم. الكلام ده كل الشعب السوداني اطلعوا، تطلعوا لا تفعلوا الاسباب. وين الناس الناشطين؟ وين ابو رهف؟ وين ناس زنون؟ وين ناس احمد الطيب وشاره؟ تطلعوا لا تفعلوا الاسباب، ما بتطلعوا لنا نحن ذات. ليه؟ لانه نحن الطبقه الثالثه، لانه نحن ناس الكادحين والغوش، نحن ما بتطلعوا لنا، نحن بننزل من الامر المصري، ليه ما بتطلعوا لنا؟ ما من حقنا نرجع بلدنا. الكورونا ما بتقتل الذله وبتقتل الجوع وبتقتل الاهانه، ما في كورونا، كورونا نحن مقتنعين انه في كورونا. كويس ندي نسمع الاخ ده. الناس بتقول اكرم وما اكرم، اكرم البلد وضيع الجوع عيان والبر بيعاني والجوع بيعاني، كل الناس دي بتعاني. نعم. كويس؟ انتوا اكرم ده يوم قالوا خلاص دايرين يغيلوا الشارع كله طلع، قلت انا ما بنخاف من كورونا ما بنخاف من اي شيء. هسه خلاص لا من اكرم رجعوا، نسيتوا عندكم اخوان برا، عندكم عالقين، عندكم اي زول. بس المسألة واضحة، نحن لا دايرين ناكل، لا دايرين نشرب، لا عندنا شغلة بأي شيء، دايرين نرجع، كفاية الاكتئاب اللي عايشين فيه والحروب النفسية دي، ما دايرين أكثر من كذا أي شيء. كفاية زي ده. قولي حاجة. ولا أي شيء لو كمان يا أخي والله العظيم أنا ما بقدر أرجعكم، ليه ده بقدر ترجعينا؟ مش أنا شاري جواز سوداني؟ المادة 13 في الإعلام الدولي بتقول شنو؟ بتقول أنا من حقي أرجع، غصبا عنك لو مجرم وإدارة حاكم في بلدي أرجع. طيب قول لي أنا ما بقدر أرجع، كنت القروش اللي قعدت أوداها وين؟ وبالمناسبة أكرم الدم لو ما سببنا نحن ولو ما نحن بنات أولاد قمنا ما كنت أنت أصلا جيت قاعد وماسك وزارة الصحة. وزارة الصحة على شنو تقناها عارف الناس وكلام. وبالنسبة لتجمع المهنيين بتسرقوا في الثورة وبتقولوا أكرم الدم لو شالوها نحن حنمشي وحنطلع الشارع وكده. طيب أنتوا هنا ما هميكم، نحن بنتزال وبنتهان ويقولوا علينا قرف ويقولوا علينا والكلام ده كله. والسفير شنو متبسي وما ظهر يطلع، تتسل أنت زي المرأة ما تطلع قدام وتواجه الناس. يا أخي أنا ما ظهر أرجعكم وحمدتها، أنت بتعمل في شنو يعني؟
احنا جبنا حكومه فتره سياده دارينا ننظم البلد، طب والله والله نطلع برا الامان برا الامان ده الامكان والدوله العميقه العمق ده وينه؟ الحاجات اللي بتعمل فيها دي هنا نحن نشخطف نموت هنا الواحد يموت ويطردوه يذلوه عشان تجي تقول لها والله العظيم يا اخي برا الامان لسه ما وصلنا ملف العالقين وين ماشي 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 جزر المالديف هو المشكله كلها انك تعمل الترتيبات ترجع الناس العالقين في مدن جامعيه فاضيه وفي داخليات في مبادرات قدموها نحن ما عندنا مشكله مع الاختلاف السياسي بيناتكم وبين الناس شيوعيين حزبهم مع الكلام الفاضي ده كله نحن عايزين نرجع من حق ترجعنا تقعد تزيل فينا وتقول لها والله نحن كلنا سودانيين كلنا واحد الجواز ده حبشي في جمهورية شنو اثيوبيا مش جواز سوداني ثاني الدلع والدلقل والكلام الفاضي كله في شنو يعني انت عاجبك انه خلاص نحن نطلع وكذا انت اصلا بتظهر في الاعلام وبتقول يا اخي انا مقدم للناس ديل ومعايش وكذا بتخاف من الاعلام اكثر من ربك كورونا دي في مصر كورونا دي في كل دول العالم يا جماعه نحن علاقتنا شنو يعني طيب انا جيت هنا لاعلام انا جالس هذيك السفاره ما فيها اعلام ما في زود اعلام سفاره من هذه دول السفير قاعد متكسر السفير يطلع يطرس الليل الحرس بتاعه يضرب الاولاد يذلوا في البنات ويا قرف يا قرف سفاره شريطه كده اصلا ما عايز رعايات قبل السفاره هنا بلغ له زول يمشي يعمل له اي حاجه ثانيه ازمات في كل حاجه وتستغله في الازمات وتاجر بالقضيه بطريقتكم دي والله القيامه لو قربت تشتري الجامع تقولوا فيها صار يا فلوس ما تشحدوا بينا ما تشحدوا بينا تقولوا دارين انت عمي عشان نجيب الناس دي شوف قاطعين تذاكرهم القاطع طيران والقاطع بس الناس دي دارت ترجع ما في زول دار منكم حاجه في مستشفى الوطنيه وفي المستشفى بتاع الراس المستشفيات دي فاضيه ما تقولوا ما في اماكن للحجر وما في اماكن لاي حاجه الملاماتين في القرار بس دارين بس قرار انه انتوا بدين تفتحوا المطار والمعابر وما تشحدوا ما دارين اي شيء وما تشحدوا وما تشحدوا انا بس دارت طبعا طبعا يا جماعه في حاجه مهمه جدا لازم ننبه لها كمية طبعا من التبرعات بتجي للعالقين دين باسم العالقين ما قاعد تصلوا العالقين نحن قاعدين نشوفهم في الشوارع مطرودين من البيوت ما عارف السفارة هل الإعلام بتاع سونا وقناة الشروق تلفزيون السودان كل الناس دين موجودين وين إعلام الجواز هذا الجواز ده مكتوب شنو مكتوب فيه هنا هذا فيه تمام مكتوب شنو اقرا وقول لنا قول مكتوب فيه شنو انا ما بعرف بقرا قول امي كويس الجواز ده وكده الدوله ليه مكتوب فيها السرعه والقبال ما تعيش انت تحتاج ها ونقدموا لك ما دي كلام زي ده انا كلام زي ده ما انت ما تاخذ الكره وكان على وكان على وكان على الجواز كويس انا جوازي ضايع لكن انا مجرد ما اصل السودان ها بعمل جوازك ضايق كده في سؤال العالقين دول قالوا في ناس ماسكين جوازاتهم سماسره الكلام ده حقيقي يا ابوي انا جوا انا جيت من اسوي ما عندي جواز هاي وقبضني الحكومه المصريه لحد الليله ما هذا عملت المحضر الليله دي هاي هذا المحضر تمام جوازك وين زلانه ثاني كان قبضوك ما هنا عليل ما بيحترموا طبعا المصريين معروفين تمام كويس الجواز جوازي وتليفوني الاثنين هاجينا ما لقينا كويس لكن كان قالوا لك ده جواز سوداني اقسم بالله اخذته في الوطن كويس طيب في زول هنا قال لي في عالقين سلموا جوازاتهم سماسره في زول هنا استلموا جوازاته سماسره لا لا ما استلموا سماسره استلموا على اساس السفاره ذاته بحجه انه حصلت اشكاليات قالوا من العالقين انه هم ده كلامهم طبعا بيحاولوا يقولوا كلام زي ده اللي هو قالوا شنو؟ اتهموا العالقين انه قال سرقوا محتويات الشقق أيوة. خلينا الصريح عشان الكلام ده يصل أيوة الناس أيوة. هناك ايوه هم قالوا الكلام ده قالوا انه يا اخي العالقين حصلت اشكاليه في الشقق وكده فلا بد من نمسكوا منهم جوازات نعم. ده الكلام اللي حصل على العالقين والجوازات وين السفارة؟ الجوازات اغلبيتها عند السفاره او ما لو ما عند السفاره عند اللجنه اللي هي كونت السفاره تمام. يعني كله تحت سيطره السفاره فالامور ماشيه على اسوء يعني الناس مره بظروف صعبه جدا جدا اللجنه دي منو؟ اللجنه كونت السفاره اللجنه هي ذات كونت السفاره يعني نحن نشوف في الجروبات نشوف في الحاجات اللي هي مكونات السفاره أيوة. لكن الوضع سيء جدا جدا والله وبعدين انه سواء كان المجلس السيادي او المجلس العسكري هم عارفين يحكموا الشعبيات يعني ده الشعب السوداني الواحد يموت بعزه نفسه هم يعرفوا الكلام ده تماما فاغلبيه الناس هنا يعني بقت كرامتها بتتزال يعني يا ريت ينتبهوا للحاجه دي يعني لا تقول حاجه صح دار تعمل كل حاجه لا تقول شنو يا بابا رجع السودان ارفع صوتك ارفع صوتك شديد دار ترجع السودان ما ترجع شنو
ترجع. تفضل. السلام عليكم. انا هنا جينا بنجي كل يوم السفاره دي بننزل لها. انت طوالي انا بلقاك في الوقفات. هاي بنجي في الوقفات احنا لا اخذنا حاجه من السفاره دي. والسفاره قافله بابا شهرين شهرين. الزول اللي بياخذ مرتب ولا ما بياخذ مرتب؟ بياخذ مرتب. المفروض خادم للشعب السوداني نحن هو مسؤول مننا، لكن والله لما نلقاه بيرسل لنا ناس الشرطه، ناس الامن، ضباط الامن، لواء بيرسلوا لنا الناس دي بيجيونا بيضغطونا بيضربونا ناس الشرطه بتعليمات من السفير. نحن ما قدرنا بيطردوكم قدام السفاره. قدام السفاره خلينا حاضرين برا غرب برا غرب برا غرب. نحن جايين السفاره دي، جايين السفاره دي عشان تحل لنا مشكلتنا. نحن ما عندنا حاجه، ما عندنا حاجه غير اننا لا، ما عندنا حاجه غير اننا لا نرجع بس. ما عندنا حاجه غير نرجع. اكيد ناس يزلت ناس بعت كلاب واحد ثاني حاجه شحطه بالعالقين. والله شحطوا بينا لما خذيناكم ديك ملك ما هي شحطه بالعالقين. طيب ما عندنا نفس السبب مقنع انه ندخل المعابر. نحن شوف يا حاج يا اخي انا والله خايفين منك. يا اخي 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 تقدر تمشي فيها. وطيب فريق شنو بالنهايه بيرشوها في دوله بتروش وفي دوله قايمه بواجباتها في مناطق في محاجر كده. خلينا في حساب تكسيب المنظمه. انا بقى عشان انه ما يشحدوا بينا كل مره ما انه سبب مغنى انه نكسب المحاضر. يا حكومه يا سودانيه والله خايفين منه حصل انكم تجوا والشعب يجيبكم وتجوا تبقوا زي الفاتو غزلتونا. السيد حمدوك رئيس مجلس الوزراء يلقى عربيه الصباح توديه الشغل وتجيبه ما كان يجارب. وناس الشعب برضه بنفس الطريقه دكتورك رمضان يجي بيه كله وقح يطلع يقول لك بيان هام وعاجب. انا ما عندي طريقه انا اجيب الناس البرة. انا علاقي للناس اللي هنا بنادول ودريب. بنادول ده فنان يا سيد، بنادول ده فنان انت بتعرفه تمام. عشان انت ما تجي يا اخي انا مواطن يا اخي من حجر. انا مواطن سوداني انا مواطن تمام. تجي والسفاره وعملت اهانة عالية وحياد وقسما بالله العظيم والذي خلق السماء بلا عمد وانا صايم. السفاره ما قاعده تديني ايه والله عشان ما تقول السفاره وفقنا وضع العالي. والله ما وفقت اي شيء. انت اي شيء ما وفقته يا استاذ تمام. احنا دايرين احنا دايرين كلام اللي بيقولوا خالد الشيخ الغايم بالاعمال ده كله. وينه خالد الشيخ ده اللي جه صار لنا ما ظهر؟ طبعا ما ظهر. وينه احنا بنجي والله لا بنعرف خالد الشيخ ولا بنعرف خالد الفقير ولا خالد الفقير ولا خالد انصار سنه. واحد فيهم بنعرفه تمام. احنا قاعدين وما في زلمه من ناس السفاره بتجرى بيجينا غير يرسل لنا الامن ويجي شاكينا ويجي لواء لواء بيرتبط لواء. سفارتكم مش عايزه تقابلكم برا قرف بهذه الطريقه تمام. احنا قاعدين ويجي ضابط يا اخي لسه يا اخي ليه؟ ليه؟ ليه انا لسه ليه ليه؟ ليه؟ أنا ما يا بهيمة. أنا زول سوداني، أنا زول سوداني وجيت هنا من حقي أرجع بلدي. في ناس جاب ظروف يا أخي، في ناس هنا من العالقين يتوفوا الله وجلاله دفنهم تمام. أنا داير أقول اختصار لأكرم التوم ولأكرم الزفت ده. أنا طبعا ما معلش أخونا بس أسمع كلامي أجل أم معلش أنا أتكلم مع أكرم. خليني أتكلم وأنا عارف ومن حقي أتكلم يا أستاذ. أنت إن شاء الله أنا إن شاء الله أتمنى الكلام الناس ده كله أنت توصله. هو قاعد واصل أنا جبتك بالتليفون إن شاء الله ويلا واصل يا أكرم. المرة اللي معانا هنا الماسك هنا ده الوزارة وزارة الصحة جابت 98 نمر. انت راجل انت ما راجل يا اخي. هي الاشكاليه في اشكاليه حق شنو اشكاليه؟ ما تجيب ناس انت ما تتصرف عندك حق. دقيقه خليني اتكلم ادي صوتي يا زول. خليني ادي صوتي انا اتكلم انا اتكلم يا جماعه. لانه في 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 ناس هنا في ناس هنا. خلينا نحن الرجال ديل في نسوان في نسوان وضعر حميدتي وباقي الجيش وباقي الناس كلهم. يا جماعه عقلوا عقلوا وشوفوا المشكله دي لانه المشكله بقت كبيره ماشيه لقدام. في مهانه هنا انتم ما ضايقيننا ضايقيننا احنا. وداخل كلامي عشان ما تتفلسفوا. يا جماعه ناخذ ناس ثاني نسمع. ها دقيقه هاي نسمع ناس يا عم انا كذا قول لنا بسم الله الرحمن الرحيم. والله احنا في الحقيقه البلد ده سجلنا للعلاج ومن العلاج
معانا اسر والله جينا للعلاج كويس. للاسف الشديد حتى فترتنا ذات العلاج الناس اللي عالجناهم بعد الظروف الصعبه دي وقفل المطارات وقفل المعابر والله الناس ثاني ظروف الصحيه ساعد لها. فانا بناشد الحكومه السودانيه زي الحكومه السودانيه يعني العالقين في مصر ديل كلهم جايين من اجل العلاج او نسبه 90 او 95% جايين من اجل العلاج. والله الناس الجوع المبلغ الجوبيو انتهى. انا عسى بقت يعني الا يعني الناس تشحت فضل الا تشحت الناس يعني. فرجة خاص من الحكومه السودانيه تراعي الناس معها اسر والله الناس ظروفها تعبانه. عسى علمك ربنا في شهر العظيم ده ربنا الناس ذاته يفتح عليهم ويفتح علينا كحكومه يعني يفتح على الحكومه. فرجة خاص انا بترجى الحكومه السودانيه كلها كل المسؤولين يراعوا العالقين بمصر لانه جو من اجل علاج ما جو من اجل رفاهيه ولا سياحه كويس. معانا اسر والله معانا نسوان يا هم ديل قاعدين كويس يعني سن بقرمشن بالشوارع. فرجاء خاص يا حكومه السودان رجاء خاص في الوقت السريع العاجل الناس عندها حاله نفسيه بالمناسبه بقت في حالات نفسيه الناس ترجع يعني الناس اتحرمت من اسرها اتحرمت من اطفالها اتحرمت من اخوانها اتحرمت من امهاتها. يا الحكومه السودانيه رجاء خاص تراعي ظروف العالقين بمصر هم جو من اجل علاج والناس اللي جبناها من اجل علاج ذات ظروف اساءت لهم بالنسبه لقفل المطارات والمعابر ما عندنا حاجه غير نقول كده. فبركه الشهر العظيم المبارك ده ربنا يرجع الناس دي يعني بالعافيه والسلامه والناس كل الناس اللي قاعدين دي كلها والله في امن وامان ما في زول مرضان ما في زول قال عنده حاله ولا 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 الناس بقى مرضها شنو هنا دار ترجع لاهلها. فنحن من حقنا نرجع لبلدنا السودان. السلام عليكم استاذ. السلام عليكم. انا جاي قطع كلامي دقيقه نسمع قطع كلامي. لحظه يا جماعه نسمع لو قلتين ما في موضوع انا عايزه اتكلم عنه. يلا دار اتكلم عن موضوع $300 القالي للناس اللي قاطعين تذاكر الحجر $300. يعني الناس لو عندها $300 دي بتقعد في مصر احد ما الكورونا تنتهي ممكن حتى اذا الضحيه تعيشها في مصر. استحاله ناس جايين مرضى ناس جايين لعلاجات مرافقين يكون عندهم $300. يعني بيجي المريض ده بيجي معاه اثنين ولا ثلاثه يعني على الاقل 1000 وحاجه دولار. يعني الكلام اصلا ما منطقي. الحكومه عليها انها تحجر الناس كلها اللي عنده دعم من نفسه هو اللي يقدمه لكن هي ما تفرض علينا حاجه. طيب نوجه رساله ثانيه. والله انت رسائلك كثيره وبتسيئ للناس. المناشده الثالثه للفريق اول الركن محمد حمدان تدلو. يا حميدتي احنا يعني حقيقه انت بيقولوا عليك جبل الثقيله وحقيقه صاحب الحلول السريعه. يا اخي هو انت سعنا الاسبوع الفات وين الثقيله؟ الحق اخواتك العالقات في مصر اخواتك البيش حدن اخواتك اللي بنطردهم من الشقق اخواتك اللي ما لاقيات ياكلا الحق يا حميدتي. شكرا انا طبعا يعني انا الكلام اللي قاعدين نقوله ده لانه الجمره الجمرة بتحرق الواقية علينا العالقين احنا ضلنا نوصل الكلام احنا السوداني. انا لا ردي معلومه لاكرم ده لو ما سوداني خليه يورينا المثل السوداني ده لو يوصل لمرحله ثاني خلاص احنا مرحلتنا حصلنا غيرنا حكومه كامله وديناه له عشان يغير لنا الحاجات اللي اصلا حصلت. انت تزيد الطين بله ثاني يا اخي تعشي للنسوان ده احنا الرجال ده بنقعد ضع عرضي يا اخي تمام. نحن عاوزين نعرف يا حكومه يا سودانيه عيننا احنا كمواطنين والله زهقنا والله خلاص قضينا والدنيا رمضان والله يعلم بحالنا والله العظيم احسن يا حكومه تعي للشعب السوداني وللناس العالقين في مصر ديل لانه الناس ديل فاضيين بعد خلاص زهقوا تمام. وثاني شوف نحن بس شفتوا قدام نحن قدام عندنا اي شغله ثانيه مع زول لا سفير لا رئيس لا غير مش قادر تحل مشاكلنا نحلها بطريقتنا والموت ده واحد والله واحد كويس عمنا. والله زمان في شاعر قال انا لن اعيش مشرده انا لن اظل مغيده داري هناك وكرمتي والمنتدى انا صاحب الحق الكبير وصانع منه الغدا انا ثوره كبرى تزمجر بالعواطف والرضا انا لي غد وغد ساسحب سائرا متمردا. يا اخوانا يا شباب الحكومه دي قفلت لكم الباب نهائي نحن فارقك كداري نتشاكل بس نفس نصر الحكومه دي لا خايف العيب لا خايف المر لا خايف الإناية. ال 30 سنه قالوا الشعب السوداني يتحمل ال 30 سنه وحيتحمل ال 30 سنه الباقي ده في قصدهم. قال الشيء ده في يده ما في اي حاجه قال لنا انا في يدي ما في اي حاجه. اخوانا يا جماعه نحن ناخذ بعضنا ان شاء الله نمشي كداري ونشوف اللي هيحصل لقدام شنو.
كان هيحصل لنا اصعب من ده. كان كل دينا خاصة الناقية تاكل كجار ما قدال الكنداكات ديل اللي بتقدر تمشي تمشي والما بتقدر تمشي نشيدو انا انا مهرجين من السودانيين في السفر عشان يجوا للسودان الينا. طبعا طبعا يا جماعة هسه السلطات المصرية جاية متحركة جاية من السفارة هناك مهرجين من السودانيين عشان ما في تجمع. طيب تعال انا هاي كويس. انا يا جماعة دايرين ننقل كل السلام عليكم يا جماعة كده نسحب الأبواب وفاء وزرعت الغرام. لا أفهمي يا خدنا ما معلش ده الكلام ده مباشر للناس زي العراق الحكومة تسمع. دي مشكلة احنا كل يوم في مشكلتكم احكي لنا الحاصل شنو. لا انا والله انا اتكلمت كثير انا زادت اسمع اقول شنو. طيب تعال ورونا اقول شنو بقول. قولي لنا حصل لك شنو انت كعالقة هاي خلاص تفوت علينا رضا بالكلام عشان ما اقول كلام ما هنا. لا قولي اختي قولي ما دارين كلام مرتب. لكن بس دقيقة خلاص اشوف انا بقول شنو. في كلامك شوف دار وبين الامن المصري جاي هذين صور الشرطة هنا جاي على السودانيين من وسط السفارة السودانية. بعدين يا جماعة خلاص يا جماعة انتوا امشوا 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 من هنا يا هاي امشوا يا جماعة انتوا امشوا ممنوع لكم تتجمعوا هنا صورهم بال هاي بالخروف. طبعا يا جماعة نحن ذات المصريين هاي لا لا ما في صوت بشيء. طيب يا جماعة العالدين مزاكفة من السفارة الآن هم طاردينهم خلاص حتى لأنه بيتجمهروا هنا شايفين؟ اي ده طبعا خلاص طبعا يعني هاي أنا مصورهم شرطة مكافحة الشغب. طيب عندك كلام يا اخونا؟ هاي ترى تشوف تعامل 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 الشرطه المصريه ما مع الشرطه المصريه ما من حقها في فلافل في شوارعها. المفروض ان احنا نقف قدام السفاره. السفاره ممنوع مقفوله ممنوع مقفوله دائما من السفير. السفير مانع الناس تصل السفاره وتحكي مشاكلها. ها السلام عليكم. يا ناس عليكم والله احنا دايرين نرجع لبلدنا نحن والله لنا 4 شهور ذو شغال بنا ما في دينا قضيه علاج والله ما عندنا اي شيء لا سكن لا اكل لا دلد وذو شغال بنا ما في حكومتنا ما شغاله بنا ولا اي ذو شغال بنا ودايرين رجوعنا لبلدنا لوطننا اخوانا الله يجزيكم الله خير. طيب كويس لا عندك رساله اخو. والله يا اخي الناس تعبانه يا اخي والله معاني ومعاني بجد يعني والله في قمة الزلة يعني احنا مطاردة يعني انتوا هسه متحركين من السفارة من هنا. الشعب السوداني مذلول في مصر والله مذلول وما ما لاقي حق الاكل والله اخوان والله انا اقول لكم حاجة الحكومة الحكومة بتتكلم عنا وفقد الاوضاع العادة نقول لكم الاوضاع اللي وفقد اوضاع الناس اللي كانوا السباعية اللي هم حوالي 1000 نفر العالقين في مصر 5000 يعني 1000 نفر توفى اوضاعنا 4000 ديل هيصرفوا من وين؟ لا جهات العلاج الميزانيه محدوده كل الناس عندهم امراض مزمنه يعني جات بعد ما جو بعد ما فحصوا هنا لقوا انه امراضهم دي رجعوا بها السودان ما بيقدروا يقدموا لنا المصريين. نعم ذنبه شنو؟ هذول ينصف الجنيه ب10 يعني هو دراجي اليوم للسكن ب 100 جنيه ال 100 جنيه مصري تعادل 1000 جنيه سوداني برا الاكل برا الشراب برا يا اخي انا يا اخي بعدين حاجه ثانيه نتكلم عنها الحين نتكلم عنها ثانيه يا اخواننا احنا الشعب السوداني ما خلاص الامن المصري ما من حقكم اي يلا بس اخر رساله اوصلها اخر رساله اوصلها احنا الشعب السوداني ده ما نبقى دائما متخلفين في اخر السرور. الكورونا دي الكورونا دي امريكا ما عندها لا امكانيات ايطاليا اوروبا كلها ما عندها لا امكانيات العوار اللي نسمعها نحن لسه نزل في ناس لو نيتان بس كنا الاتراك رسلوا طياره كامله عشان خاطر المواطن المواطن ناقصه خلاص مواطن ما قدر فوق اي شيء فوق لاي حاجه. شكرا. طبعا يا جماعه شايفين الوضع براكم العالقين يا هدى تحت الكوبري بتاع الدقي وجزء منهم في شارع التحرير وده الامن المصري من السفاره مسيرهم انه يا جماعه ما يتجمعوا. طبعا بالقانون المصريين عندهم حق عندهم حق كويس لكن نحن برضو يا جماعه يعني السفير الازمه دي كلها
المفروض يعالج الزول القائم بالاعمال ده لو كان زول بيتمتع بحصاب. عزيز الشعب وبعدين حتلقاها منتشره. طيب يا جماعه انا قبل ما اختم دار اقول لكم حاجه. اصله طبعا قبل ما نختم هو نحن طبعا السعيين شفنا ده جزء من مشاكل العالقين يعني الكارثه. أنا يا جماعه ما في يعني انا ابتعدت شويه عشان اقدر اختصر لكم التقرير ده باختصار شديد ونقول لكم أن المشكلة بتاعت العالقين دي يا جماعة مشكلة عويصة جدا جدا وللأسف الشديد السفارة ما قادرة تتصرف يعني أبسط حاجة السفير ما قادر ينزل يخاطب الناس دي. أنت عندك تاني رسالة أخيرة؟ السفير ما قادر يجي يجي قدامنا يقول لنا مشكلتنا كده واحد اثنين ثلاثة عشان نحلها. الناس العالم كلها سفارتهم دي بيجوا يا أخي سوريا تبيع عارفين سفارتها فاتحة اليمن سفارتها فاتحة نحن ومشاكله حلاله. نحن سفارتنا دي والله العظيم سفيرنا ده ما قدر يواجهنا بيكتب لنا السفاره وبيجيب لنا شو بيجيب لنا الشرطه المصريه عشان تطردنا. في ذله اكثر من كده الناس دي ماتت باعت كلاب باعت. طيب ده المناظر هسه ده منظر بتاع ضرب البوليس طبعا بيضرب الناس دي وبيفرقها. طبعا ده منظر بتاع ضرب ده البوليس طبعا. طيب بس اسع يعني هو يا جماعة يا هدى الإهانة دي الإهانة دي الإهانة كورونا شنو دي يلا أزال أنا أمشي أمشي. طيب يا جماعة دي حالة اللاجئين مش ديل العالقين دي الحالة بتاعت العالقين بيقوا مطاردين ويدكوهم والسفير ما داير يجي يقابلهم. خالد إبراهيم الشيخ ما داير يجي يطلع يقابل النازل مصدر لهم شوية دجاج. أهو البوليس طبعا من حقهم السلطات المصرية ما هلا سمشي فيصل. طيب كده انا هتحرك يا جماعة دين بالين لكم. طيب يا شباب ها طيب كويس كده خليك معانا في لجنه جديده يجيبوا لجنه جديده وصلوا لنا رسالات يا جماعه كده يا اخواننا. ما كل لجنه انا من جد من نصوان سامع بلجنه احنا قدمنا استقالات لان السفاره ما رجينا منها لحد عندنا حاجات شارع احنا حارد الشيء ما رجينا منها يعني جوا هنا كده يا جماعه دارين لكم في ناس متابعاكم كده الناس متابعاكم دارين زول يتكلم لنا على العالقين يا جماعه ترى قالوا لنا في حيات عندكم حيات هنا عندكم كده يا اخواننا تعالوا يا عالقين العالقين يا كده ورونا ها طيب ورونا الحصل الليله شنو يا جماعه دي الوقفه المليون للعالقين مشاكل العالقين دايرين نسمع الليله حصل شنو الليله حصل نحن جينا عايزين نخش السفاره نعم. قبل ما نخش السفاره منعونا والعساكر قبضوا جماعه منا لكن الحمد لله اسفكوهم نعم بس نحن نفسنا ان نقابل السفير نتكلم مع السفير عشان يحل لنا طيب مشاكلنا. طيب انتوا وقفاتكم دي كلها وليكم شهرين بتجوا السفاره، السفير ده ما حصل قابلكم؟ ما حصل قابلنا نهائي، ما حصل طلع قال انا اتكلم مع السودانيين ديل برا. يعني اول حاجه هايننا في مصر وزللنا في مصر، نحن ما ممكن نحن نكون كده ده. طيب نحن ما ممكن الاهانه تجي حد مصر، نحن نقول يهينونا في مصر؟ نعم. كلمي. كلام اقول شنو حالتنا زفت في مصر الحكومه ما شغاله بينا نحن زي ما الحكومه دي نحن جبناها نحن بنشيلها نحن شلنا نظام 30 سنه ما نقدر نشيل النظام ده ما نقدر نشيل النظام اللي ما قادر يجيب العالقين ما يقدر يشيل النظام مجهجه اماتنا واخواتنا وابواتنا واطفالنا في مصر نحن
احنا زي ما شلنا النظام ده احنا بنقدر نشيل النظام ده. طيب كويس. السلام عليكم. انا جيت القاهره بعد ما اتمرمطت في المستشفيات السودانيه داخل السودان، عملت عمليتين بطاعه كانسر ومرمطوني وعذبوني وكميه من الكيماوي اخذتها في السودان، وانا واحده من كنداكات الثوره، ثوره ديسمبر. احنا من بدايه الثوره احنا جبنا الحكومه دي، جبنا الحكومه الانتقاليه تحل المشاكل، تحل ال 30 سنه اللي عشناها تحلها لنا، ما جينا تزيد لنا الطين بله. احنا جينا هنا دايرين اسيا، احنا واقفين كسودانيه كورونا في مرض ما عندنا مشكله، وفقوا الاوضاع السودانيه لغايه الاوضاع بتاع المواطنين السودانيين لغايه ما يرجعون بلدهم. طيب انتوا هسه عندكم مشكله في الايجارات؟ عندنا مشكله في الايجارات. طيب عندنا مشكله في العلاج. عندنا مشكله في السفاره. مش اجرت لكم؟ ما اجرت. السفاره اجرت في المعبر شهر واحد، وطردوهم من المعبر مرتين، كل السبابين مطردين من المعبر. تمام، هذا واحد من المطرود من المعبر. يجي كويس. طيب يا جماعه المتابعين، السفاره طبعا من هنا بعيده جدا، الناس زين طردوهم. قال السفير قال له ما يجيب هنا، اوامر من السفير بتاعنا، بيقول ما داير سوداني واقف قدام السفاره السودانيه، واي سوداني واقف حيحتقلوه وحيسجنوه. قد ايه يا عم انا عليك؟ والله نحن دايرين بلدنا، دايرين السفر، جايين علاج، والله نحن معانا اسره. نعم. ومن ما جينا ما شفنا اي حاجه، وتعبانين وظرفنا زي الزفت، دايرين نسافر بلدنا بس باي شكل كان. الله طيب. يسلمك. واسع انتوا عندكم مشكله شنو؟ سكن وشنو مشكلتكم؟ مشكله السكن ومشكله اعانه مصاريف. طيب. وكل شيء والله. السفاره يعني مش اجرت لكم شقق؟ لا نحن اول مره نجي ذات المحل، احنا قاعدين والله من شهر واحد قاعدين في المستشفى. في المستشفى. أيوه من شهر واحد نحن قاعدين في المستشفى. الله يسلمك. طيب كويس. السلام عليكم. انت يوم تكلمت قعدت تنادي لنا حميتي انت ذاتك صح؟ طيب انا في الوقفه الاخيره. طيب حميتي رد عليه يا اخواننا، نحن دايرين عشان الناس تفهم مشكلتكم دي شنو، ما كذا اشرح لنا بدون ما نقعد ننادي ونضرب في بعض. الوقفه الاحتجاجيه السادسه. دي السادسه. انا الناس اللي بدعوكم للوقفات دي وين؟ طيب دقيقه اقول لك كلامي. الوقفه الاحتجاجيه السادسه. نعم. في السفاره السودانيه في دبي تحت شعار او تحت مسمى نرجع بس. نعم. رساله للمجلس السيادي او المجلس العسكري وللجنه العليا للطوارئ الصحيه. نعم. الحقوا اخواتكم العالقات في مصر، الحقوا اخوانكم العالقين في مصر، الحقوا اخواتكم العالقين في مصر. ما بتقتل الكورونا، بتقتل الذل، بتقتل الاهانه، بتقتل الجوع. ما بتقتل الكورونا، بتقتل الذله، بتقتل الاهانه، بتقتل الجوع. نحن بنجي نعمل وقفات احتجاجيه سلميه من حتىنا نرجع بلدنا من انقى ابتزاز. طيب انت اسرع واقف هنا، السفاره اسرع بتبعد من هنا 5 كيلو، طردكم السفير؟ طردونا وللاسف احتقلونا وضربونا وشتمونا. ليه في الامن المصري بيشتمنا؟ نحن حقنا. طيب نحن من حقنا. ما هو يا جماعه اللواء ده، اللواء ده برضه من حقه هنا، دي بلده، السفاره هي المسؤوله. انا داير زول من اللجنه، لجنه العالقين، وين الزول في اللجنه؟ ما في حاجه اسمها الناس كلها عالقين. هدفنا واحد. كويس. انا كمل لك كلامي كله. الناس اللي احتغلوهم وركبوهم في العربيه انضربوا انزلوا من الامن المصري. نعم. نحن حق هدفنا واحد، نرجع بلدنا ويا الشعب السوداني. وانت بتطلع بتكتب في الفيسبوك ما نرجع، لانك ما عندك اختك معاهم هنا، لانك ما عندك امك معاهم هنا، لانك ما عندك معانا امك بتشحت تنطرد وتنزل، لانك ما عندك معانا اخونا هنا ده. نحن بننضرب وننزل جعانين، ما قادرين ناكل، ما قادرين نسكن، لانك ما، وابسط حاجه لانك ما راجل. لو راجل وجدتوا الرجال كان طلعت قلت اجيبوا النسوان وخلوا الرجال. نحن مستعدين، نحن مستعدين، نحن الرجال والشباب مستعدين نضحي على اساس اماتنا ذي يرجعوا، عشان اماتنا واخواتنا يرجعوا، عشان ما ينزلوا، عشان ما ينزلوا ويتعرضوا لاغراءات ماديه للنسوان، عشان ما يشحتوا ويبيع عن شرفهم. الكلام ده كله لكل الشعب السوداني. اطلعوا، تطلعوا لاكفاءه الحج، لاكفاءه الاسباب. وين الناس الناشطين؟ وين ابو رهف؟ وين ناس زنون؟ وين ناس احمد الطيب وشاره؟
تطلع هناك في الأسباب ما تطلعوا لنا نحن ذات ليه؟ لأنه نحن الطبقة الثالثة، لأنه نحن ناس الكادحين والغوش، نحن ما بتطلعوا لنا، نحن نسلم من الأمر المصري، ليه ما بتطلعوا لنا؟ ما من حقنا نرجع بلدنا، الكورونا ما بتقتل، بتقتل الذلة وبتقتل الجوع وبتقتل الإهانة، ما دي كورونا، كورونا نحن مقتنعين إنه في كورونا. كويس ندي نسمع الأخضر، الناس بتقول أكرم وما أكرم، أكرم البلد وضيع الجوع عيان والبر بيعاني والجوع بيعاني، كل الناس دي بتعاني. نعم. انتوا اكرم ده يوم قالوا خلاص دارين يغيلوا السارع كله طلع، كنت انا بنخاف من كورونا وبنخاف من اي شيء، هسه خلاص لا من اكرم رجعوا يزيدوا عندكم اخوان برا عندكم عالقين عندكم اي زول، بس المساله واضحه احنا لا دارين ناكل لا دارين نشرب لا عندنا شغله باي شيء، دارين نرجع، كفايه الاكتئاب اللي عايشين فيه والحروب النفسيه دي، ما دارين اكثر من كذا اي شيء. ولا اي شيء نوبه معني يا اخي والله العظيم انا ما بقدر ارجيكم، ليه ما بقدر ترجينا؟ مش انا شاري جواز سوداني؟ الماده 13 في الاعلام الدولي بتقول شنو؟ بتقول انا من حقي ارجع غصبا عنك لو مجرم وقالت حاكم في بلدي ارجع، طيب قول لي انا ما بقدر ارجع، حتى القروش اللي قاعد توداها وين؟ وبالمناسبه اكرم الدعم لو ما سببنا نحن ولو ما نحن بنات اولاد قمنا ما كنت انت اصلا جيت قاعد وماسك وزاره الصحه، وزاره الصحه على شنو تقناها عارفين الناس وكلام، وبالنسبه لتجمع المهنيين اللي بتسرقوا في الثوره وبتقولوا اكرم الطعم لو شالوها نحن حنمشي وحنطلع الشارع وكده، طيب انتوا هنا ما هميكم نحن بنتزال وبنتهان ويقولوا علينا قرف ويقولوا علينا والكلام ده كله، والسفير شنو متسي وما ضار يطلع، تتسل انت زي المراه ما تطلع قدام وتواجه الناس يا اخي انا ما ضار ارجعكم، وحمدتك انت بتعمل في شنو يعني؟ نحن جبنا حكومه فتره سياده دارينا ننظم البلد، طب والله والله نطلع برا الامان، برا الامان ده الامكان والدوله العميقه العمق ده وينه؟ الحاجات اللي انت بتعمل فيها دي وينها؟ نحن نشختك نموت هنا الواحد يموت ويطردوه ويذلوه عشان تجي تقول لها والله العظيم يا اخي برا الامان لسه ما وصلنا، ملف العالقين وين؟ ماشي 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 جزر المالديف هو؟ المشكله كلها انك تعمل ترتيبات ترجع الناس العالقين، في مدن جامعيه فاضيه وفي داخليات في مبادرات قدموها، نحن ما عندنا مشكله مع الاختلاف السياسي بيناتكم وبين الناس شيوعيين حزبهم مع الكلام الفاضي ده كله، نحن عايزين نرجع، من حق ترجعنا تقعد تزيل فينا وتقول لها والله نحن كلنا سودانيين، كلنا واحدة جواز حبشي في جمهورية شنو اثيوبيا؟ مش جواز سوداني؟ ثاني الدلع والدلقل والكلام الفاضي ده كله في شنو يعني؟ انت عاجبك انه خلاص نحن نطلع وكذا؟ جديد انت اصلا بتظهر في الاعلام وبتقول يا اخي انا مقدم للناس ديل ومعيشهم وكذا، بتخاف من الاعلام اكثر من ربك، كورونا دي في مصر؟ كورونا دي في كل دول العالم يا جماعه، نحن علاقتنا شنو يعني؟ طيب انا جيت هنا لاعلام، انا جاي اسالك السفاره ما فيها اعلام ما في زوطه اعلام سفاره منه ما في دول، السفير قاعد متسي السفير يطلع يترسل ليه الحرس بتاعه يضرب الاولاد ويذلوا في البنات ويا قرف يا قرف، سفاره شريطه كده اصلا ما عايز رعايات قبل السفاره هنا بلا قال الزول يمشي يعمل له اي حاجه ثاني، ازمات في كل حاجه وتستغلوا في الازمات والتاجر بالقضيه بطريقتكم دي والله القيامه لو قربت تشتري الدواعي تقولوا فيها سلام يا فلوس ما تشحدوا بينا ما تشحدوا بينا تقولوا دارين ندعمي عشان نجيب الناس دي شوف قاطعين تذاكرهم القاطع طيران والقاطع بس الناس دي دارة ترجع ما في زول دار منكم حاجه في مستشفى الوطنيه وفي المستشفى بتاع الرازي المستشفيات دي فاضيه ما تقولوا ما في اماكن للحجر وما في اماكن لاي حاجه الملامات في القرار بس دارين بس قرار انتوا بدين تفتحوا المطار والمعابر وما تشحدوا ما دارين اي شيء وما تشحدوا ما تشحدوا انا بس دار طبعا يعني يا جماعه في حاجه مهمه جدا لازم ننبه لها كميه طبعا من التبرعات بتجي للعالقين ديل باسم العالقين ما قاعد تصلوا العالقين نحن قاعدين نشوفهم في الشوارع مطرودين من البيوت ما عارف السفاره هل الاعلام بتاع سونا وقناه الشروق تلفزيون السودان كل الناس ديل موجودين وين؟ الاعلام الجواز ده مكتوب شنو؟ مكتوب فيه هنا تمام مكتوب شنو؟ اقرأ وقول لنا قول مكتوب فيه شنو؟ انا ما بعرف اقرأ قول امي كويس الجواز ده وكده الدولة ليه مكتوب فيها السرعة والقبال ما تعيش انت تحتاج ها ونقدمه لك ما دي كلام زي ده كلام زي ده ما انت ما تستخدم صورة وكان على الجواز كويس انا جوازي ضايع لكن انا مجرد ما يصل السودان ها بعمل جوازك ضايع كويس ده في سؤال العالقين ده قالوا في ناس ماسكين جوازاتهم سماسرة الكلام ده حقيقي يا ابوي انا جواز انا جيت من الناس ما عندي جواز هاي وقبضني حبوا المصري لحد الليله ما هذا عملت المحضر الليله دي هاي هذا ده المحضر تمام جوازك وين؟ عشان لانه ثاني كان قبضوك ما 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 هنا هذه ما بيحترموك تمام المصريين معروفين تمام كويس الجواز جوازي وتليفوني الاثنين جينا ما جينا كويس لكن كان قالوا لك ده جواز سوداني اقسم بالله خطه في الوطن
طيب في زول هنا قال لي في عالقين سلموا جوازاتهم سماسرة، في زول هنا استلموا جوازاته سماسرة. لا أنا ما استلموا ناس السفارة ذاته بحجة إنه حصلت إشكاليات قالوا من العالقين إنه هم ده كلامهم طبعا بيحاولوا يقولوا كلام زي ده. اللي هو قالوا شنو؟ اتهموا العالقين إنه قال سرقوا محتويات الشقق. خلينا الصريح عشان الكلام ده يصل الناس هناك. أيوه هم قالوا الكلام ده، قالوا إنه يا أخي العالقين حصلت إشكالية في الشقق وكذا. فلا بد من نمسكوا منهم جوازات. نعم. ده الكلام اللي حصل على العالقين. والجوازات وين السفارة؟ الجوازات اغلبيتها عند السفارة، هم لو ما عند السفارة عند اللجنة اللي هي كونت السفارة. تمام. يعني كله تحت سيطرة السفارة. فالامور ماشية على أسوأ يعني، الناس مرة بظروف صعبة جدا جدا. اللجنة دي من اللجنة كونت السفارة، اللجنة هي ذات كونت السفارة. يعني نحن نشوف في الجروبات نشوف في الحاجات السيئة مكونات السفارة. أيوة. لكن الوضع سيء جدا جدا والله. وبعدين انه سواء كان المجلس السيادة او المجلس العسكري هم عارفين يحكموا الشعبياته، يعني ده الشعب السوداني الواحد يموت بعزة نفسه، هم يعرفوا الكلام ده تماما. فأغلبية الناس هنا يعني بقت كرامتها بتتزال بتتهان. يعني يا ريت ينتبهوا للحاجة دي. يعني دار تقول حاجة؟ دار تقول حاجة؟ دار تقول شنو يا بابا؟ ارجع السودان. ارفع صوتك، ارفع صوتك شديد. دار ترجع السودان. ما ترجع شنو؟ دار ترجع؟ طيب. ارجع بلد ما قادر. أنا ما أتكلم. اتفضل. السلام عليكم. أنا هنا جينا بنجي كل يوم السفارة دي بنزلها. أنت طوالي أنا بلقاك في الوقفات. هاي بنجي في الوقفات، نحن لا أخذنا حاجة من السفارة دي. والسفارة قافلة بابا شهرين. الزول بياخذ مرتب ولا ما بياخذ مرتب؟ بياخذ مرتب. المفروض خادم للشعب السوداني، نحن هو مسؤول مننا. لكن والله لما نلقاه بيرسل لنا ناس الشرطة، ناس الأمن، ضباط الأمن، لواء بيرسلوا لنا. الناس بيجيونا بتغضونا بضربونا بس شوف بتعليمات من السفير. نحن ما جيت بتردوكم قدام السفارة. قدام السفارة خلونا نحضرها برا. نحن جايين السفارة دي، جايين السفارة دي عشان تحل لنا مشكلتنا. نحن ما عندنا حاجة، ما عندنا حاجة غير اننا نرجع بس. ما عندنا حاجة غير نرجع. لكن الناس تزلت نصب على الكلام. واحد ثاني حاجه شحده بالعالقين. والله شحدتوا بينا لما خذيناكم بيت ملك. ما هي شحده بالعالقين. طيب. وما عنده نفس سبب مقنع انه ندخلوا معانا. شوف يا حبيبي ثاني اقول لك يا اخي انا والله خايفين منك. كيف ده؟ كيف عرفت؟ كيف اول حاجه جات اربع طائرات من السعوديه من مصر. هذا السؤال بتعادي بالاختلاط بالهناي ليه؟ طيب اكبر عدد اختلاط في العالم لقاه مشاوين في مصر. في مصر هاي. طيب وهنا اسمع لنا التاسع. معلش اخونا قدام اتكلم بالمنطق. هسه مصر دي الساعه 9 بالليل انت بتقدر تمشي فيها؟ وطيب فريق شنو بالنهايه؟ بيرشوها في دوله بتروش وفي دوله قايمه بواجباتها. في مناطق في محاجر كده. خلينا في مثال تكسيب المصريين. انا بس عشان انه ما يشحدوا بينا كله مره. ما انه سبب مقنع انه نكسب المحاضر. يا حكومه يا سودانيه والله خايفين منه. حصل انكم تجوا والشعب يجيبكم وتجوا تبقوا زي الفاتو. غزلتونا. السيد حمدوك رئيس مجلس الوزراء يلقى عربيه الصباح يوديه الشغل ويجيبه ماكل وشارب. وناس الشعب برضه بنفس الطريقه. دكتور اكرم الطم يجي بيه كله وقف يطلع يقول لك بيان هام وعاجب. انا ما عندي طريقه. انا اجيب الناس البرة. انا علاقي للناس اللي هنا بنادول ودريب. بنادول ده فنان يا سيد. بنادول ده فنان انت بتعرفه تمام. عشان انت ما تجي يا اخي. انا مواطن يا اخي. انا من حق الرجال. انا مواطن سوداني. انا مواطن تمام. تجي والسفاره وعملت يا اخي انا عارف وحياه وقسما بالله العظيم والذي خلق السماء بالاعمد وانا صايم. السفاره ما قاعده تديني اياه والله. عشان ما تقول السفاره وفقنا اوضاع العالق. والله ما وفقت اي شيء. انت اي شيء ما وفقت اساس تمام. احنا دايرين نحن دايرين كلام اللي بيقولوا خالد الشيخ الغايم بالاعمال ده كله. وينه؟ خالد الشيخ ده اللي صار لنا هذا ما ظهر طبعا. ما ظهر وينه؟ نحن بنجي والله لا بنعرف خالد الشيخ ولا بنعرف خالد الفقير ولا خالد الفقيه ولا خالد انصار سنه. واحد فيهم بنعرفهم تمام. نحن قاعدين وما في زلمه من ناس السفاره بتجرأ بيجينا غير يرسل لنا الامن ويجي شاكينا ويجي لواء بيرد لواء
سفارتكم مش عايزه تقابلكم برا قرف بهذا الطريقه. تمام، نحن قاعدين ويجي ضابط يا اخي لز يا اخي. ليه 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 انا لز ليه 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 انا ما يا هيما انا زول سوداني، انا زول سوداني وجيت هنا من حقي ارجع بلدي في ناس جاب ظروف يا اخي. في ناس هنا من العالقين يتوفوا الله وجلاله دفنهم. تمام، انا داير اقول اختصار لاكرم التوم ولاكرم الزفت ده. انا طبعا ما معليش اقول بس معليش اسمع كلامي اسمع ما معليش انا اتكلم على اكرم. خليني اتكلم، انا عارف من حقي اتكلم. لكن انت ان شاء الله، انا ان شاء الله اتمنى الكلام الناس ده كله انت توصله. هو قاعد واسع انا جبتك بالتليفون ان شاء الله ويلا واصل يا اكرم. المرل معانا هنا الماسك هنا ده الوزاره وزاره الصحه جابت 98 نفر. انت راجل، انت ما راجل يا اخي. هي الاشكاليه في اشكاليه حق شنو اشكاليه؟ ما تجيب ناس انت ما تتصرف عندك عقل. دقيقه خليني اتكلم، ادي صوتي يا زول. خليني ادي صوتي انا اتكلم يا جماعه. لانه في ناس هنا، في ناس هنا. خلينا نحن الرجال ديل في نسوان، في نسوان وضعر حميدتي والباقي الجيش وباقي الناس كلهم. يا جماعه عقلوا عقلوا شوفوا المشكله دي، لانه المشكله بقت كبيره ماشيه لقدام. في مهانه هنا، انتم ما ضايقيننا، ضايقيننا احنا. وده اخر كلامي عشان ما تتفلسفوا. لا يا جماعه يا جماعه ناخذ ناس ثاني نسمع. ها دقيقه، هاي نسمع ناس يا عمنا كذا قول لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله احنا بالحقيقه البلد ده سجلنا للعلاج، للعلاج معانا اسر والله جينا للعلاج كويس. للاسف الشديد حتى فترتنا ذات العلاج الناس اللي عالجناهم بعد الظروف الصعبه دي وقفل المطارات وقفل المعابر، والله الناس ثاني ظروف الناس كثيره ساءت لها. فانا بناشد الحكومه السودانيه، يعني العالقين بمصر ديل كلهم جوا من اجل العلاج، او نسبه 90 او 95% جوا من اجل العلاج. والله الناس الجوع المبلغ الجوع بيو انتهى. انا عسى بقت يعني الا يعني الناس تشحت، فضل الا تشحت الناس يعني. فرجه خاص من الحكومه السودانيه تراعي الناس، الناس معها اسر. والله الناس ظروفها تعبانه. عسى علمك ربنا في الشهر العظيم ده، ربنا الناس ذاته العين تفتح عليهم ويفتح علينا احنا كحكومه يعني. تفتح على الحكومه فرجه خاص. انا بترجى الحكومه السودانيه كلها، كل المسؤولين يراعوا العالقين بمصر، لانه جو من اجل العلاج، ما جو من اجل رفاهيه ولا سياحه. كويس، معانا اسر والله، معانا نسوان يا هم ديل قاعدين كويس، يعني سمي قرشن بالشوارع. فرجاء خاص يا حكومه السودان، رجاء خاص في الوقت السريع العاجل. الناس بقت عندها حاله نفسيه بالمناسبه، بقت في حالات نفسيه. الناس يعني الناس اتحرمت من اسرها، اتحرمت من اطفالها، اتحرمت من اخوانها، اتحرمت من امهاتها. يا الحكومه السودانيه رجاء خاص، رجاء خاص تراعي ظروف العالقين بمصر. هم جو من اجل علاج، والناس اللي جبناها من اجل علاج ذات ظروف اساءت لهم بالنسبه لقفل المطارات والمعابر. فما عندنا حاجه غير غير كده. فبركه الشهر العظيم المبارك ده ربنا يرجع الناس دي يعني بالعافيه والسلامه، والناس كل الناس اللي قاعدين دي كلها والله في امن وامان، ما في زول مرضان، ما في زول قال عنده حاله ولا ولا ولا. الناس بقى مرضها شنو؟ هنا دار ترجع لاهلها. فنحن من حقنا نرجع لبلدنا السودان. السلام عليكم. استاذ السلام عليكم. انا جاي قطع كلامي. دقيقه نسمع. قطع كلامي. لحظه يا جماعه نسمع له قدام ما في موضوع انا عايزه اتكلم عنه. يلا دار اتكلم عن موضوع ال $300 القاضي للناس اللي قاطعين مساكن. الحجر $300، يعني الناس لو عندها $300 دي بتقعد في مصر احد ما الكورونا تنتهي، ممكن احد عيد الضحيه يطلع يعيشها في مصر. استحاله ناس جايين مرضى، ناس جايين لعلاجات مرافقين يكون عندهم $300، يعني اللي بيجي المريض ده بيجي معاه اثنين ولا ثلاثه، يعني على الاقل 1000 وحاجه دولار، يعني الكلام اصلا ما منطقي. الحكومه عليها انها تحجر الناس كلها. اللي عنده دعم من نفسه هو اللي يقدمه، لكن هي ما تفرض علينا حاجه. طيب نوجه رساله دائما. والله انت رسائلك كثيره وبتسيء للناس. مناشده المناشدة الثالثة للفريق أول ركن محمد حمدان تدري يا حميدتي، إحنا يعني حقيقة أنت بيقولوا عليك جبل الثقيلة، وحقيقة صاحب الحلول السريعة. يا أخي هو ما يتاسعنا الحق أخواتك العالقات في مصر. وين الثقيلة؟ الحق أخواتك العالقات في مصر، أخواتك أخواتك اللي بيش حدن، أخواتك اللي بنطردهم من الشقق، أخواتك اللي ما لاقيات ياكلن، الحق يا حميدتي. شكرا شكرا. أنا طبعا يعني أنا الكلام اللي قاعدين نقوله ده لأنه الجمرة
الجبر بتحرق الوطيه، احنا العالقين، احنا بدنا نوصل كلام. احنا السوداني، انا لا ردي معلومه لاكرم ده، لو ما سوداني خليه يورينا المثل. السوداني ده لو يوصل مرحله ثاني خلاص، احنا مرحلتنا حصلنا، غيرنا حكومه كامله وديناه له عشان يغير لنا الحاجات اللي اصلا حصلت. انت تزيد الطين بله ثاني يا اخي، تأشير النسوان ده، احنا الرجال ده بنقعد ضعير ضيا تمام ضعير. رساله احنا عاوزين نعرف يا حكومه يا سودانيه، يا حكومه يا سودانيه، عيننا احنا كمواطنين والله زهقنا، والله خلاص صدينا، والدنيا رمضان والله يعلم بحالنا، والله العظيم والله العظيم. احسن يا حكومه تعاين الشعب السوداني للناس العاقلين في مصر دين، لانه الناس دي فاضيين بعد خلاص زهقوا تمام. والثاني شوف نحن بس شفتوا قدام، شفتوا بس نحن قدام عندنا اي شغله ثانيه مع زول، لا سفير لا رئيس لا غير، مش ما قدرت تحلوا مشاكلنا، نحن بطريقتنا، والموت ده واحد والله واحد. كويس عمنا والله. زمان في شاعر قال انا لن اعيش مشرده، انا لن اظل مغيده، داري هناك وكرمتي والمنتدى، انا صاحب الحق الكبير وصانع منه القضاء، انا ثورة كبرى تزمجر بالعواطف والرضا، انا لي غد وغد سأسهب سائرا متمردا. يا اخوانا يا شباب، الحكومه دي قفلت لكم الباب نهائي، نحن معركتنا كداري نتشاكل بس نمشي نصل. الحكومه دي لا خايف العيب، لا خايف المر، لا خايف الإناية. الثلاثين سنة قالوا الشعب السوداني يتحمل الثلاثين سنة، وحيتحمل الثلاثين سنة الباقي دل في قطهم. قال الشهادة في يده ما في أي حاجة، قال لنا أنا في يدي ما في أي حاجة. أخوانا يا جماعة، نحن ناخذ بعضنا إن شاء الله، نمشي كداري ونشوف اللي هيحصل لقدام شنو. أنا هيحصل لنا أصعب من ده؟ لا نقول لك دين أخوان، ناس أنادي تاكل ولا كداري ما ديل، الكنداكات ديل اللي بتقدر تمشي تمشي، اللي ما بتقدر تمشي نشيلوها نحن. محرشين من السودانيين في السفر عشان يجوا للسودان هنا. طبعا طبعا يا جماعة، هسه السلطات المصرية جاية متحركة، جاية من السفارة هناك، محرشين من السودانيين عشان ما في تجمع. طيب تعال أنا كويس. أنا يا جماعة دارين ننقل كل السلام عليكم يا جماعة كده. لا أفهمي يا أخوتنا، نعم معلش، ده الكلام ده مباشر للناس زي هناك، الحكومة تسمع. دي مشكلة، احنا كل يوم في مشكلتكم، احكي لنا الحاصل شنو. لا انا والله انا اتكلمت كثيرا زاد درسي، ما اقول شنو. طيب تعالوا ورونا اقول شنو بقول. قولي لنا حصل لك شنو انت كعالقة. هاي خلاص تفوت علينا الكلام عشان ما اقول كلام ما هنا. لا قولي يا اختي قولي، ما دارين كلام مرتب. مشكلة لكن بس دقيقة خلاص اشوف انا بقول شنو. ما في كلامك شوف دينه بين الامن المصري جاي هذيل. صور الشرطة هنا جاي على السودانيين من وسط السفارة السودانية. صور الشرطة بعدين يا جماعة خلاص يا جماعة انتوا امشوا 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 من هنا يا هاي امشوا طبعا يا جماعة انتوا امشوا، ممنوع لكم تتجمعوا هنا. صورهم هاي بالخروف طبعا يا جماعة، نحن ذات المصروف هاي. لا لا ما في صوت بشيء. طيب يا جماعة العالدين مزاكفة من السفارة، الآن هم طاردينهم خلاص، حتى لأنه بيتجمهروا هنا شايفين؟ أي ده طبعا خلاص إلى الناس اتكون احتضرونا ذات طبعا يعني هاي لا أنا مصورهم شرطة مكافحة الشغب. طيب عندك كلام يا اخونا؟ هاي درس تشوف تعامل 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 الشرطه المصريه ما مع الشرطه المصريه ما من حقها الدخول في شوارعها. المفروض ان احنا نقف قدام السفاره. السفاره ممنوع، السفاره ممنوع، مفروض دائما السفير السفير ما نعس الناس تصل السفاره وتحكي مشاكلها. ها السلام عليكم. احنا عليكم والله، احنا دايرين نرجع لبلدنا، احنا والله لنا 4 شهور ذو شغال بنا ما في دينا قضيه علاج، والله ما عندنا اي شيء، لا سكن لا اكل لا دلد، وذو شغال بنا ما في حكومتنا ما شغال ابنا ولا اي ذو شغال بنا، ودايرين رجوعنا لبلدنا لوطننا اخواننا. الله يجزيكم الله خير. طيب كويس. لا عندك رساله اخوك؟ والله يا اخي الناس تعبانه يا اخي، والله معاني ومعاني بجد يعني، والله في قمة الذلة يعني. احنا مطاردة يعني، انتوا
متحركين من السفارة من هنا. الشعب السوداني مذلول في مصر والله مذلول وما ما لاقي حق الأكل والله. الحكومة تتكلم انها وفقت الاوضاع، الحاجة انا اقول لكم الاوضاع اللي وفقت اوضاع الناس الكامية السياحية اللي هم حوالي 1000 نفر، العالقين في مصر 5000 يعني 1000 نفر توفق اوضاعنا، 4000 ديل حيتصرفوا من وين؟ جهات العلاج الميزانية محدودة، كل الناس عندهم امراض مزمنة، يعني جات بعد ما جو بعد ما فحصوا هنا لقوا انه امراضهم دي يرجعوا بها السودان ما بيقدروا يقدموا لنا المصريين. نعم ذنبه شنو؟ الزول ينصف الجنيه ب10 يعني هو دراج اليوم للسكة ب 100 جنيه، ال 100 جنيه مصري بعد الان في السوداني برا الاكل برا الشراب برا يا اخي يا اخي بعدين حاجه ثانيه ثاني نتكلم عنها، الحين نتكلم عنها ثانيه يا اخواننا احنا الشعب السوداني ما خلاص الامن المصري ما ما من حقكم. يلا يلا بس اخر رساله اوصلها، احنا الشعب السوداني ده ما نبقى دائما متخلفين في اخر الشعوب. الكورونا دي امريكا ما عندها لا امكانيات، ايطاليا اوروبا كلها ما عندها امكانيات، العوار لين اسنان احنا لسه نزل في ناس لو نيتان اسكننا الاتراك رسلوا طياره كامله عشان خاطر المواطن، المواطن ما ناقصه خلاص مواطن ما فوق اي شيء فوق لاي حاجه. شكرا. طبعا يا جماعه شايفين الوضع براكم، العالقين يا هدى تحت الكوبري بتاع الدقي وجزء منهم في شارع التحرير، وده الامن المصري من السفاره مسيرهم انه يا جماعه ما يتجمعوا. طبعا بالقانون المصريين عندهم حق كويس، لكن نحن برضو يا جماعه يعني السفير الازمه دي كلها المفروض يعالجها الزول القائم بالاعمال ده، لو كان زول بيتمتع بحصاب عزيزي الشعب وبعدين حتلقاها منتشره. طيب يا جماعه انا قبل ما اختم دار اقول لكم حاجه، اصله طبعا قبل ما نختم هو نحن طبعا السعيين شفنا ده جزء من مشاكل العالقين يعني الكارثه ان يا جماعه ما في يعني انا هسه ابتعدت شويه عشان اقدر اختصر لكم التقرير ده باختصار شديد ونقول لكم أن المشكلة بتاعت العالقين دي يا جماعة مشكلة عويصة جدا جدا، وللأسف الشديد السفارة ما قادرة تتصرف، يعني أبسط حاجة السفير ما قادر ينزل يخاطب الناس دي. أنت عندك تاني رسالة أخيرة؟ السفير ما قادر يجي يقف قدامنا يقول لنا مشكلتنا كده 1 2 3 شرح لنا، الناس العالم كلها سفارتهم دي بيجوا يا أخي سوريا فيها عارفين سفارتها فاتحة، اليمن سفارتها فاتحة، نحن لا ومشاكل حلاله نحن سفارتنا دي والله العظيم سفيرنا ده ما داري يواجهنا، بيجيب لنا السفاره وبيجيب لنا شو بيجيب لنا الشرطه المصريه عشان تطردنا في ذلة اكثر من كده الناس دي ماتت بعد كده بعد. طيب ده المناظر اسعد منظر بتاع ضرب البوليس طبعا بيضرب الناس دي وبيفرقها، طبعا ده منظر بتاع ضرب ده البوليس طبعا. طيب بس هو يا جماعة يا هدى الإهانة دي الإهانة دي الإهانة يلا يا دول أمشي. طيب يا جماعة دي حالة اللاجئين مش ديل العالقين دي الحالة بتاعت العالقين بيقوا مطاردين ويدقوهم والسفير ما داير يجي يقابله، خالد إبراهيم الشيخ ما داير يجي يطلع يقابل الناس مصدر لهم شوية دجاج، أهو البوليس طبعا من حقهم للسلطات المصرية ما داير على سمسي فيصل. طيب كده انا هتحرك يا جماعه.